مساء الخير واهلا بيكم مع حلقه جديده من بوكس تو بوكس. في اخبار مفرحه تشعر كده بالسعاده في وجهك، يعني تحس ان وشي مبسوط جدا. امبارح بعد المؤتمر الصحفي بتاع سوارش يعني كنت غضبان اكتر من سوارش، يعني شفت سوارش بيتضايق ازاي الفتره الاخيره، كنت زعلان اكتر منه لما قال انه احتمال يكمل. قلت يا نهار ابيض يكمل ايه ده، انت بتهزر او الاهلي بيهزر؟ وعدنا نقول انه حدش قاعد معاه. لسه النهارده الاهلي قاعد معاه وبلغه، والحقيقه يعني اول ما شفنا المواقع نشرت على طول الخبر بتاع رحيل سوارش، العربيه على طول كتبت الخبر النادي الاهلي يعلن رحيل ريكاردو سوارش وجهازه المعاون. اهو الف مبروك، دي بالاخبار المفرحه، كانك بالظبط تعاقدت مثلا مع ابراهيم عادل، او مثلا الزمالك خد عبد الله السعيد، يعني بنفس فرحه الجماهير فرحه رحيل سوارش، لانه اكتر مدرب سيء في تاريخ الاهلي الراجل ده. وانا بتضايق جدا ان المؤسسات العظيمه اللي زي دي ممكن يجي لها انصاف ومش بنفس القدر القيمه الفنيه، ما كانش عنه كشخص يعني له كل التقدير والاحترام، بس كقيمه فنيه اقل كتير جدا من النادي الاهلي. ونشوف الصوره بتاعته مع حسام غالي يا جماعه، عشان خاطر يعني شوفوا حسام غالي وهو بيواسيه كابتن حسام غالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. الصوره كده اتنشرت، قال لك حسام غالي يودع ريكاردو سوارش بعد رحيله عن النادي الاهلي. شوف الصوره، حتى الوقفه مش وقفه مدرب اهلي، يعني الوقفه دي لا يمكن تكون وقفه مدرب اهلي يا جماعه، يعني والله بجد يعني رحل سوارش رسميا، سوارش يرحل عن النادي الاهلي. نشوف بيان عمله النادي الاهلي على البيج بتاعته خاص بسوارش. الاهلي يوجه الشكر لسوارش ومعاونيه واكد على تقديره لجهودهما الكبيره. هاتوا لي البيان كده يا جماعه بسرعه بتاع النادي الاهلي. الاهلي يوجه الشكر لسوارش، وجه مجلس اداره النادي الاهلي الشكر للسيد ريكاردو سوارش المدير الفني للفريق الاول لكره القدم والجهاز المعاون عن الفتره الماضيه التي تولى فيها المسؤوليه، واكد المجلس على تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله سوارش ومساعديه ومحاولاتهم التي لم تتوقف عن بذل اقصى ما لديهم سواء في التدريبات او المباريات حتى يتمكن الفريق من تقديم الاداء المنتظر وتحقيق النتائج المرجوه، وهو ما يقدره النادي ومسؤوليه وفي اطار الاحترام والاحتراف الذي يحكم العلاقه بين الطرفين. ونظرا لبعض المعطيات تم اليوم انهاء التعاقد مع سوارش ومعاونيه بالتراضي، وعبر مجلس الاداره عن تمنياتنا بالتوفيق والنجاح في خطواتهم المقبله. التراضي ده يعني معناه ان كان في شرط جزائي، اتفقوا ياخد شهرين ياخد ثلاثه، الاهلي ما اعلنش، ما قالش دون اي شروط جزائيه. ولو تفتكروا انا قلت لكم لو الاهلي قال لو ما فيش شروط جزائيه الاهلي هيقول على الموقع الرسمي، ما قالش بالتراضي يعني خلوا قرشين ما فيش مشكله. على فكره يعني القصه دي ما فيهاش مشكله، اختيار خاطئ والاستمرار في الخطا افدح من خطا الاختيار الخاطئ. يعني الاستمرار في الخطا ده أفدح من الاختيار الخاطئ من الأول. فالأهلي عدل الاختيار. طيب عدل الاختيار علشان خاطر يروح يعمل تجربة برضو جديدة في علم الغيب، ولا المفترض الأهلي يتشطر ويعمل لنا تجربة احنا نكون شايفينها بعينينا؟ عشان كده بنقول طول الوقت ان كيروش وفايلر الاتنين تحديدا بعدهم خليل وزيتش أفضل ناس ممكن تمسك النادي الأهلي، لأن لهم تجارب شفناها بعينينا. اي حد هيقول بقى اصل كيروش مش عايز يمرن انديه، اصل كيروش عايز منتخبات، اصل بنجادة ما سالناه قال، اصل زكي عاد، كل الكلام ده ما بياكلش يعني بصراحه. يعني الاهلي في الاخر هل يجيد التفاوض ولا لا يجيد التفاوض؟ وده سؤال لازم نوجهه للنادي الاهلي، خصوصا الكابتن ضياء السيد في مداخلاته معايا، هو راجل مقرب من كيروش، المدير الفني كان المساعد بتاعه او المدرب المساعد بتاعه والمدرب العام للمنتخب في فتره ولايه كيروش لغايه شهر ابريل اللي فات، قال انه ما عندوش مانع يمرن النادي، ونادي بحجم الاهلي وبيقدر النادي الاهلي جدا. اسمه روجيرو ديديسا ده ولا اسمه ايه المساعد بتاعه، قال في تصريحات ليه رسميه ونقلتها الدنيا كلها ان كيروش ما عندوش مانع يمرن النادي اذا كان هيتحقق له طلباته. هل الاهلي يجيد التفاوض او لا يجيد التفاوض؟ وانا بقرا النهارده الاخبار، قال لك الاهلي في يلا كوره ريكاردو جاريكا مطروح لخلافه، قال لك ده كان مدير فني منتخب بيرو اعتقد، قال لك الراجل ده مطروح لخلافه النجم اللي هو سوارش، يعني
ومن ضمن الكلام اللي مكتوب في الخبر انه هو اهو مطروح لخلافة سوارش. اهو الخبر اهو على يلا كورة، ريكاردو جاريكا مطروح لخلافة سوارش في الاهلي والادارة تريد التضحية. والخبر بيقول المدرب الارجنتيني مطروح لخلافة سوارش يلقى قبول بعض المسؤولين في ثلاث اسماء اخرى موجودة بالفعل في حسابات النادي، كلها اسماء كبيرة سبق لها الفوز ببطولات. ملف المدير الفني الجديد هيكون متوافق مع قناعات مسؤول النادي والجمهور معا. الخطيب لا يريد تكرار خطأ التعاقد مع سوارش وكأن حد تاني اللي متعاقد معاه، يعني ما اعرفش. هو ما جعلنا نتمهل في مسألة التفاوض على لسان حد من النادي الاهلي يعني، ومن المقرر ان تنتهي قصة المدرب الاسبوع القادم. واتقال ان النهارده كان في اجتماع للجنه التخطيط مع الكابتن محمود الخطيب وموجود الكابتن حسام غالي، وبيتقال ان حضر المهندس خالد مرتجي اللي بيجيد التفاوض انضم للجلسه يعني، لانه صاحب علاقات قويه في اوروبا وخارج مصر كونه كان عضو في لجنه الانديه في الاتحاد الدولي. كلام كبير يعني، ما اعرفش العلاقات الدوليه والكلام والحوادث دي كانت فين مع الراجل ده يعني. سوارش تحس انه اللي تعاقد معاه مثلا نادي درجه تانية للنادي الاهلي، او نادي تاني اللي تعاقد معاه للنادي الاهلي يعني. الاهلي اذا كان عايز في المرحله دي يقوم بجد لازم تتعاقد مع مدرب اوريدي الجمهور عارفه بعد التجربه القاسيه دي، واوريدي الجمهور واثق فيه والاداره واثقه فيه واللعيبه عارفاه وكلنا عارفينه، لانه داخل الاهلي مرحله صعبه جدا فيها ثلاث اصناف من اللاعبين، عناصر النجوم بتاعه النادي اللي ريحت، عناصر الشباب اللي صاعد اللي هتاخد منهم ثلاثة ولا أربعة ولا اتنين زي ما يكون، والصفقات الجديده المحليه والخارجيه. التركيبه دي والتوليفه دي مع خساره البطولات، الاهلي بيخسر بطولات، خسر سوبر محلي وراه خسر افريقيا وراه خسر دوري خسر قبلها كاس، مع الخساره دي كلها وانعدام الثقه من جمهور الاهلي في الفريق دلوقتي، محتاجه حد يكون ايه قوي جدا. انا لو من الاهلي اقسم بالله كده اطلع وفد الكيروش ان شاء الله يكون في موزمبيق، يعني بيقولوا ان هو بيروح يقضي الاجازه بتاعته في موزمبيق لانه اصله موزمبيقي او والدته او والده حاجه كده يعني. فانا لو منهم اعمل كده، ابعت وفد لكيروش واقعد معاه واتكلم معاه. ممكن اجند احمد مجاهد، ما هو صاحبه، بيقول احمد مجاهد صاحب كيروش ولا بيسخنه على اتحاد الكره عشان المستحقات وكل الكلام. ممكن اتكلم احمد مجاهد اجنده، ممكن اتكلم مع فلان، اكلم فنجادة يقنعه، اتصرف. احسن طرح للاهلي في المرحله دي كيروش، كارلوس كيروش. لكن هنقول احنا بنفهم اكتر من كابتن خطيب؟ لا، بس احنا بنقول راينا وايه ونتكل على الله. احلى حاجه في سوارش قبليه كان موسيماني، حاجتين في قصه موسيماني دي عايز اتكلم فيهم. اول حاجه قال لك فجاه الصبح ان موسيماني جاي له عرض. بص بقى قد ايه القدر العظيم للنادي الاهلي واللي هو بيلمع اي مدرب يمسكه. طبعا مفيش شك ان النادي الاهلي او نادي الزمالك لما مدير فني بيتولى المهمه بتاعته وينجح يعني يحقق بطولات. يعني سوارش تدريبه للاهلي هيصب شويه نجاح عنده، لكن مش هيبقى بيعمل له بومنج زي ما حصل لموسيماني لانه كسب 2 دوري ابطال افريقيا. يعني فرق جدا مع موسيماني، بس مش لدرجه بقى ان يقول لك ايه اصله جاي له عرض من نادي بورنموث الانجليزي اللي مشى الراجل بتاعه اسمه ايه باركر ولا اسمه ايه اللي هو المدرب بتاعه اللي خسر 9 من ليفربول. والكلام انه هيجيبه موسيماني يتولى المهمه الفنيه لبورنموث اعتمادا على تاريخه العظيم مع النادي الاهلي. وعندنا مواقع نقلت ده اهو، تقارير انجليزيه ترشح موسيماني لقياده بورنموث كاول مدرب افريقي في البريمير ليج. احنا قلنا في يا نهار ابيض، معقول؟ دي طفره رهيبه يعني. المهم بحثنا في الخبر، قال لك ان الخبر منقول عن الميرور، الصفحه بتاعه الميرور على الفيسبوك، فجبناه. قلت لي كده يا جماعه الصفحه بتاعه الميرور الديلي ميرور نيوز اهي، قال لك ان بيتسو موسيماني وانه طبعا مدرب ساوث افريكا الجنوب افريقيا وانه هيروح البريمير ليج ولا لا والكلام ده. فجبنا
اصل الصفحه دي، وروني اصل الصفحه دي من فوق كده، لان الصفحه ما عليهاش 1000 واحد، على 1253 واحد فولورز. يعني تخيلوا الميرور مثلا، يعني الديلي ميرور نيوز على 1000 بني ادم البيج بتاعتهم، يعني بالعقل يعني صحيفه انجليزيه من اهم صحف العالم هيبقى على 1000 بني ادم. فجبنا البيج الحقيقيه بتاعت الميرور، فين يا جماعه؟ هتقول لي كده عليها كام؟ عندنا اهي 1.3 مليون فولو، دي الصفحه الحقيقيه او الرئيسيه للميرور، مفيش عليها طبعا اي حاجه خاصه ببورنو موتو بيتسو موسيماني وكل الكلام الاونطه ده. قال لك كمان سكاي نيوز قالت ان بورنو موتو بيفاوض موسيماني، فجبنا سكاي نيوز اهو ان بورنو موتو بيفاوض موسيماني، فجبنا اصل ده البوست اللي منتشر على القصه دي، فجبنا اصل برضو سكاي نيوز ده الاصل اهو على 11.4 مليون فولورز. بص عجناه، طلعنا اتشقلبنا على البيج من فوق لتحتيها من دلوقتي ال 20 يوم فاتوا، مفيش اي حاجه خاصه بالقصه دي نهائي، فخبر فيك، انما تناقلته الدنيا كلها سريعا وان موسيماني مرشح لبورنو موتو وكل الكلام ده. فاحنا بقى بنهزر يعني، كنا بنهزر يعني، فخلاص يعني. عموما قصة المدير الفني للنادي الاهلي هتاخد مننا وقت، وواضح ان الاهلي هيحتاج اسبوع كمان او 5 6 ايام كمان علشان خاطر يعلن المدرب بتاعه الجديد واللي هيتولى المسؤولية الصعبة خلال الموسم الجديد، لانه جاي باحلام وطموحات الجمهور العريض للنادي الاهلي الذي لن يقبل الا الفوز بالبطولات والاداء القوي والمهارات القوية وفرقة قوية، مش هيهزر تاني بعد الموسم الصعب اللي حصل على النادي الاهلي. إذا كان الأهلي عنده موسم صعب اللي جاي، ففي أندية تانية عندها مواسم صعبة. حتى الأندية اللي نزلت أو اللي كانت بتكافح للهروب من الهبوط للدرجة التانية. ليه؟ لأن أنت لما تنجح زي مثلا المحلة، زي مثلا المقاولين العرب، زي حتى إنبي، لغاية آخر لحظة كانت في أندية بتكافح عشان تهرب لغاية آخر أسبوعين يعني. تهرب من فكرة الهبوط. لانه نجاحك في الهروب من الهبوط اسهل كتير جدا من انت ترجع تبني فرقه جديده لموسم جديد وتنجح وتتالق وتكبر، لانه فكره ان انت تهرب من الهبوط معناه ان عندك مشاكل في الفريق، معناه ان عندك ازمات فنيه، معناه عندك لاعبين محتاجه تتغير، معناه ان انت في فتره قيد لازم تعدل المواضيع، الموضوع مش سهل يعني. تبص تحت رجليك في نجاح للناس هربت من الهبوط، لكن هل المحله في الموسم الجديد هيقدر ان هو يبني فريق صحيح او المقاولين العرب؟ خليني اسال المدربنا الكبير كابتن شوقي غريب المدير الفني لنادي المقاولين العرب، معايا على الهاتف دلوقتي. كابتن شوقي مساء الفل. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا حبيبي؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ ربنا يخليك يا حبيبي يا رب، كله بخير الحمد لله. وخد بالك اول ما المقاولين العرب قالوا شوقي غريب مدير فني كان معايا المهندس محمد عادل على التليفون، قلت له اطمن بقى خلاص. الحمد لله الحمد لله والله العظيم، هو كرم من عند ربنا في كل شيء طبعا يعني. كرم من عند ربنا ومجهود كبير حصل طبعا، لان احنا لما تيجي تشوف المحصله في الاول، انت عندك 25 بونت بتلعب بخمس ماتشات قدامك، خمس ماتشات يعني. احنا جينا قبل ماتش بيراميدز ده بيوم يعني، ما بحسبوش لان احنا جينا قبل بيوم يعني ما فوبعدين بتعد ان انت عندك 25 بونت بتلعب خمس ماتشات عشان تقعد في الدوري يعني. كان في حاجات انت يعني لما لو بتحسبها حسابات مستحيل ممكن تطلع بالشكل ده، هتقول مستحيل. لا يعني لو هتحسبها كارقام ومنافسين يعني هتقول لا. لما بيجي احنا نحسبها برضو لاحظ انك بتحسبها مثلا ايه، هتقول فرقه مع فرقه لا ما تكسبش، فرقه مع فرقه لا تتعادل، فرقه مع فرقه كده. لكن كان في حاجات تانية، معطيات تانية وحاجات تانية هي اثرت كتير على انك لازم توصل لعدد كبير من البناط عشان تقدر تقعد في الدوري. كابتن شوقي انت 5 ماتشات كسبت منهم 4، كسبنا 4 وتعادلنا 1، والواحد اللي تعادلناه كان اول مباراه مع الجونه، ودي كانت مباراه فاصله في تكوين الفريق. والبونت ده احنا كنا بنلعب لعبنا من الدقيقه 30 يعني، لعبنا حوالي 70 دقيقه او 80 دقيقه بالوقت الضايع، كنا بنلعب حوالي 70 دقيقه تقريبا، اكتر من 70 دقيقه بتلعب 10 لعيبه يعني. فكان ماتش صعب بالنسبه لك لا 10 لعيبه، وخد يعني بالك الجونه والمنافس كان منافس برضو على ما انا بقى يعني انا بلعب 10 لعيبه وعندي المنافس
اللي بينافس يعني هو ننزل في الوقت ده. تمام. لو اتغلبنا احنا من الجونه في الماتش ده الحمد لله يعني كان الجونه قاعد بحدفيه كبيره وتعاملنا ان احنا ازاي ما نخسرش عشان نوقف الجونه عند اللبناط اللي عليها. تمام. يعني دي الحقيقه ان انا كنت في الاول قلت لو جبنا جون جبنا جون، ما جبناش جون ما يجيش فيها جون. مظبوط. لان الجونه لو كسبت كان هيبقوا هم وصلوا ل 30 حاجه و30 بونت. لا وده معنويا وكل حاجه بقى كانت انتهت. مظبوط. يعني كانت انتهت خالص، ما كانش يعني كان هيبقى بقى حتى لو كسبت الماتشات اللي بعد كده برضه كنت مش هوصل ممكن نوصل. يعني كان اصعب ماتش في السته الجونه بالنسبه لك؟ اه طبعا كان هو اصعب ماتش، هو ماتش الجونه. يعني حتى لما اتطرد مني حد في فاركو ما كانش صعوبته زي صعوبه الجون. طب كابتن شوقي خليني اقول لك يعني وتجاوبني بصراحه، يعني في كلام كتير حصل على ماتش المقاولين والاتحاد، واكيد انت تابعت يعني كل اللي قصير. يعني انا هقول لحضرتك الربط اللي حصل بين علاقه النسب اللي بينك وبين الكابتن محمد كويس عمر كويس. انا ما عنديش كل الكلام ده، انتوا الاثنين يعني مدربين كبار وانتوا الاثنين اسماء عظيمه وناديين ناديين كبار، فعايز منك رد على الكلام اللي قصير في لا القصة. هو بص عايز اقول لك على حاجه بسيطه يا عثمان، هو الرد بسيط جدا جدا جدا. هو انا لما كسبت نادي الاتحاد مش انا طلعت فوق في الجدول؟ تمام. طب ما كنا كان الاساس كان قال لي اتعادل عشان يفضل هو فوقي مثلا. مظبوط. ولا كلامي غلط؟ انت عديت الاتحاد كده. مظبوط. الحاجه الثانيه في الوقت الضايع ما كان في ضربه جزاء محسوبه علينا. تمام. واتلغت. تمام. طب لو الحكم ما لغاش، لو ما فيش فار والحكم ما لغاش ضربه الجزاء مش كنا تعادلنا؟ مظبوط. طيب في واحده لو تشوف ابو السعود انا ما اعرفش شالها ازاي في الوقت الضايع، عبد الغني اللي شاطها وطلعها من جوه الجول. طب الفرص دي كلها كانت ممكن تيجي يعني عادي. اه ممكن تيجي. وبعدين المقاولين ما كسبش الاتحاد بس، المقاولين كان ليه ماتشات اخرى وكسب فيها برضه ثلاث ماتشات تانيين مكسب. اه لا يعني اذا كان بتكلم عليه يعني انت كسبت المصري عليه. وكسبت فاركو وكسبت هو المقاصه. هو الموضوع يا محمد بيبقى ايه؟ انت عارف حاجات حرب نفسيه ازاي توصلك ان انت ما بتكسبش وبتتعب بمجهود واللعيبه بتلعب بمجهود وبتلعب بشغل عشان تكسب. طب انت يا كابتن شوقي ايه الشفره اللي انت حلتها في فرقه المقاولين؟ يعني انت توليت المهمه في وقت ضيق جدا، فجاه المستوى الفني تطور بسرعه كبيره جدا. ايه اللي حطيت ايدك عليه عمل الطفره السريعه دي؟ انا غيرت التركيبه كلها. يعني لاحظ ان انا كان عندي لاحظ يعني انت لما تشوف عندي 8 لعيبه مصابين. الثمانيه لعيبه دول اساسيين ما بين الطرد وما بين الايقاف. يعني انا عندي جبنا اطرد ماتشين ومحمود عبد العزيز اطرد اخر ماتشين واطرد في ماتش فاركو. تمام. يعني لعبت بيه 10 ولعبت 10 والاثنين بيطردوا كل واحد بيقعد ماتشين. كان عندي محمد سمير مصاب وكان عندي محمد سالم مصاب وكان عندي عزت محمود عزت مصاب وكان عندي باسم مصاب وكان عندي احمد عفيفي مصاب وكان عندي احمد عبد العزيز مصاب. كل دول كان عناصر بتلعب اساسيه. كل دول كانوا مصابين في التيم وعمري ما طلعت وقلت ان انا عندي لعيب مصاب او لعيب غايب. وقلبت التيم بشكل تاني خالص، غيرت مراكز اللعيبه عشان لاحظ برضو ان انا جاي على فريق في اخر ماتشاته لا انا عارف ايه العدد اللعيبه اللي في المكان ده ولا عدد اللعيبه اللي في المكان ده. وقت ضيق جدا. فقلبت التيم يعني قلبت التيم واستعنت بلعيبه من الناشئين. وبالمناسبة اللي أنا استعنت بيهم دول ده كان كلام مع المهندس محسن صلاح والمهندس محمد عادل إن دول هي خطة السنة الجديدة حتى لو المقاولين نزل درجة تانية. تمام. إن إحنا نبني فريق يكون فيه العناصر الصغيرة. كم عنصر استخدمتهم في الماتشات الأخيرة دي من الشباب الصغير؟ حوالي 5 عناصر أو 4 عناصر. ولعبوا في مراكز أساسية؟ وكلهم لعبوا يعني أنا عمر فايد ده أنا شفته مع الكابتن محمود جابر. كان بيلعب في الدوره اللي كانت في السعوديه. تمام. كاس العرب. وبالمناسبه هو اللي ضيع ضربه الجزاء في ماتش السعوديه. تمام. فانا لما وقفت قلت لهم يعني بتاع المقاولين هو اللي ضيع ضربه الجزاء؟ فقالوا لي ده فلان. فعرفت ان هو لعيب في المقاولين. قلت لهم هم يوصلوا امتى؟ قالوا بكره. قلت له يجي يتمرن معايا بعد بكره. بالمناسبه عمر لعب الماتشات كلها. على فكره الاهلي بيفاوضوا، سمعنا كده. لا هو يفاوضوا ما يفاوضوا زي ما لازم ياخدوا من المقاولين العرب. يعني ما يفاوضوا ماشي بس لازم ياخدوا من المقاولين العرب. اه طبعا وانت مش هتوافق طبعا. لا يعني خليني اقول لك ايه، هو ياخدوا من المقاولين العرب ما الاهلي بيفاوض. الولد هقول لك على حاجه، الولد ده يعني بكره الايام تقول كده. بالمناسبه تم اختاره النهارده في المنتخب الاولمبي. تمام.
الولد ده يعني بيشبه باحمد حجازي. ياه. جسمانيا وشكلا وشعره والتركيبه كلها والطول وكل حاجه. حجازي. اه والله فعلا يعني يعني مع الوقت هتفرط فيه ولا مش هتفرط فيه؟ ومع الخبره. لا بص انا يعني خليني اقول لك حاجه، دي سياسه نادي تمام؟ لكن في النهايه في النهايه النادي اتقرصنا بعد الموسم ده طبعا، وتعرضنا ان احنا يعني عشان نقعد يعني خليني اقول لك على حاجه، احنا ما عدناش حد يساعدنا ان احنا نقعد خالص. احنا ترتيبنا في الجدول دلوقتي العاشر رسمي. تمام تمام تمام. طلعنا من 17 للعاشر. تمام. كمان خمس ست سنين لما تيجي تتابع الجدول، الاستاذ محمد يجيب الجدول ويحطه، عمر ما هيقول ان المقاولين كان كان بتنزل. لانك انت هتشوف الجدول هتلاقي المقاولين مظبوط، هتنسى هتنسى ان كان في ازمه وبتاع خالص. تمام صح صح. لكن صح. الازمه هتفضل عندنا احنا. هتفضل عندنا ان احنا كانت ممكن تهد كيان. يعني انا يمكن قلت كلمه لما بخش كل يوم اشوف فندق اللاعبين وصوره بطول الفندق كلها محطوطه محمد صلاح والنني، وتتخيل ان النادي ده في درجه ثانيه. مظبوط، النادي اللي طلع النجمين الكبار دول، ده النجمين الكبار وينزل درجه ثانيه يعني ما واجهه الفندق بتاع اللعيبه كبيره. لا وطول عمر المقاولين بيفرخ يعني صلاح نجم عظيم، بس من قبلها طول عمر المقاولين العرب نادي كبير ونجوم كبار طول عمر مليون ما عرفناه يعني بصراحه. يعني كان في حاله يعني يعني انا احنا في وسط في وسط العمل ده وفي وسط الحاجه دي عملنا مباراه مع فرقه من الكويت لفريق 2001 وعناصر من اللعيبه الصغيرين عشان نضم منها لعيبه تيجي معانا. تمام. ما انا قلت لحضرتك ان كان عندي عدد كبير من المصابين وما كنتش اقدر افرح ان كل دول مصابين. طب طب كابتن شوقي انت عندك خلاص خلصت من الموسم ده واكيد هتبني للموسم الجديد، لانه الموضوع ما فيهوش هزار بقى خلاص، يعني انت عايز تخش الموسم الجديد معاك فريق جيد او فريق منسجم وتستطيع ان انت تتواجد سريعا في المنطقه الدافئه او تقترب المربع الذهبي، والكلام ده اكيد ده التارجت بتاعك في الموسم اللي جاي. كام لعيب هتبقى محتاجه قبل ما اسالك سؤال مهم بعد كده؟ اقول لك بصراحه اقسم بالله العظيم انا خلص المباراه سلمت على المهندس عادل وشكرت اللعيبه وقلت لهم انا ممكن اخد بس ايه 3 ايام اجازه ابعد فيها عن الكوره خالص. رحت الساحل ولا ايه؟ لان انا انت هشوف انا يعني انت في الساحل دلوقتي؟ بعترف على طول تمام بجد. لا حقك انت عشت يعني ان انا كده كده طالع على شهر صعب يعني مظبوط. لا لاني هقول لك على يعني انا اتعاملت ازاي. انا اتعاملت في الخمس ماتشات حتى جمعت اللعيبه الخمس ماتشات دول كانوا في حدود مثلا 20 يوم 21 يوم كام. قلت لهم يا جماعه ده معسكر والخمس ماتشات دي بطوله. والبطوله دي انا لعبتها في 2019 مع المنتخب الاولمبي. تمام. فانا عايزكم تحطوا قدامكم هدف ان كل مباراه هتكسبوها هتصعدوا. تمام. هتروحوا لدور تاني هتروحوا لدور تاني. اي خساره هنخرج. فلازم تلعب على كده. اللعيبه كانت في معسكر مستمر وكانوا رجاله بصراحه معاك. كان في معسكر مستمر في النادي. تمام. يعني يعني نايمين شاربين اكلين قاعدين في النادي. بص مفيش حد لا احنا ولا هم بيروح بيتك ولا بتروح عند يا انت قعدت 20 يوم مقيم في فندق النادي؟ فندق النادي اليوم اللي قبل المباراه بنروح في فندق خارجي. لا 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 20 يوم والله العظيم اسال حضرتك واستمرين وشغلنا وحاجتنا وكل حاجه وعايشين. وانت قاعد معاهم في الفندق؟ كله كان مقيم. تمام تمام. عشان لا يبقى حقك تروح الساحل بقى بصراحه. لا وخليني اقول ايه كل هدف كنت بتحققه اول ما بيخلص بتشتغل على الهدف اللي وراه على طول. طبعا طبعا. تجيب الماتشات بتاعتهم وتجيب اداره النتائج. هي مرحله يا كابتن ما كانش فيها هزار بصراحه. تبدا تشتغل عشان. طب انا لو سالتك كام لعيب كابتن شوقي غريب ولا انت عايز تقول لي يعني انت لسه ما يعني ما بصيتش للموضوع ده لما ترجع من الاجازه؟ عايز والله العظيم ما بصيت في حاجه خالص. يعني بعد الاجازه هتبتدي بقى تقيم. لان انا برضو ايه انا طلبت الداتا تجيلي كلها اللي هي مثلا ايه مين عقده خلص مين عقده من موجود مين اللي كان في عقده مين مجدد مين مش هيجدد يعني ابقى عارف بس الداتا كلها. بس انت اكيد برضو بس اكيد في اماكن انت من خلال الكام ماتش والفتره دي ما انا انت عارف محتاجه الدعم هنا محتاج تعمل يعني خليني اقول لك التدعيم مطلوب
مطلوب مطلوب، مش هقول لك مش مطلوب، ما فيهوش هزار، بس لازم اشوف انا يعني الهيستوري بتاع ال 30 لعيب اللي موجودين. تمام. ايه هم؟ تمام. وبعدين لاحظ ان انت في القيد دلوقتي بقى عندك 30 لعيب، وبعدين عندك خمسه اللي هم الامور بالنسبه لك افضل دلوقتي شويه، وفي خمسه اللي هيتحطوا كمان. مظبوط. في 2001. مظبوط. وفي لعيبه من 2003 و2001 يعني. فانت عندك قاعده كويسه. هتدرب 40 لعيب يعني؟ لا طبعا مش هتدرب 40 لعيب، بس انت لازم هتختار برضو يا كابتن، لان في ناس هتبقى اكيد مش هتكمل معاك، اكيد هتبقى في ناس انت حاطط عينك عليها اكيد يعني، هتبتدي تبني القصه دي. انا اسالك سؤال بقى، وانت حضرتك ما طلعتش اتكلمت من ساعه ما مشيت من المنتخب الاولمبي، صح؟ ولا بتكلم خالص، انت عارف. يعني انت بتقول لي ايه يا حبيبي؟ انت بتقول لي انا بعد ما قعدت اقول اللعيبه زي ما 2019 في البطوله في كاس الام، حتى انا قلت وكانت النتيجه انك مشيت، بس انت ما خدتش بالك دلوقتي. يعني خدت البطوله ورحت دور الثمانيه في الاولمبياد وبرده مشيت. كابتن شوقي غريب، ايه يعني بعد خلاص هو اللي حصل حصل والدنيا خلصت وفات 7-8 شهور، احساسك ايه؟ كان احساسك ايه؟ وحسيت لما مشيت ولا دلوقتي؟ لما مشيت ودلوقتي، يعني انت احساسك ايه؟ لما مشيت كنت مبسوط. يا قسما بالله العظيم كنت مبسوط. ليه بقى؟ لاني ما كنتش حابب المكان ده خالص. خلاص. مع ان انت راجل وكل جهازي كان موجود، وكانش انا عملت بص انا عملت معسكرين وجمعت اللعيبه. ما كنتش حابب من الاتموسفير يعني؟ يعني حسيت يعني بالاتموسفير بتاع الاتحاد والاجواء ما كنتش لا يعني ما كنتش مرتاح؟ اصل بص يا اسمعني، الاجواء اللي انت بتشتغل اللي انت هتشتغل فيها واللي انت بتشتغل فيها لازم تكون مهيئه ان انت عايز تحقق التارجت اكتر من التارجت اللي انت فيه. تمام. وعشان تحقق التارجت الاكبر من التارجت اللي كنا فيه، يبقى المفروض انت بتعمل اعداد وبتشتغل عشان تعمل اعداد. تمام. حسيت الناس مش مساعدين. وانا لما لا وانا لما جه المجلس الجديد ما كنتش شايف بادره ان احنا هنشتغل ونبدا نعمل ماتشات وحاجات. والمناسبة كان في معسكرات وضاعت. تمام. يعني ما حدش مكنك منها؟ قالك لا؟ اتقالك لا يعني؟ اتقالك لا يعني؟ لا ما تقليش، ما تقليش لا خالص، ما حدش قال لي بصراحه لا ولا يعني ولا تمام. والحاجه الثانيه ويمكن انا اتكلمت معاك لما سالتني هو المنتخب الاولمبي هيلعب امتى؟ قلت لك هيلعب السنه دي. مظبوط. فقلت لي هيلعب، ده هم بيقولوا هيلعب في 2023. مظبوط. قلت لك يا استاذ محمد التصفيات في اخر السنه. مظبوط. لان انا كان عندي الداتا كلها. مظبوط. فكان عندي الداتا، فعارف ان احنا هنلعب في شهر 10 او هنلعب في شهر 9، وكنا هنلعب الماتش الثاني في شهر 3 والبطوله في شهر 7. تمام. فانا عارف ان المتاح ليا ان انا اقدر، يعني انا ما ينفعش البطوله اللي فاتت اللي كنا منظمينها في مصر وما دخلناش في التصفيات العب اكتر من 15 مباراه دوليه قبل البطوله وبعدين امسك الفريق تاني فالعب لي 3-4 مباريات ومش عارف تلعب ومش عارف تجهز يعني. ففي الوقت ده انا بيتاخد من رصيدي. فما كانش موضوع هاممني يعني ازاي يعني، بص يعني حاجه انا مش باكي عليها. تمام. وبعدين انا عشان احقق كنت لازم احقق التارجت اكبر من التارجت. ايه هو؟ ان انا اوصل دول الاربعة. تمام. لكن عملت داتا مكونه من 120 لعيب والداتا دي فيها الاسامي اللعيبه اللي هي تلعب في الانديه كلها. طب وبالمناسبه انا قعدت مع ميكائيل في في واحنا في المعسكر وجه قعدنا مع بعض واتكلمنا مع بعض واديته الداتا دي كلها بالكامل. تمام. طب كابتن يعني شوقي كانوا حاسبينك حسبه ان انت محسوب على الكابتن احمد مجاهد او المهندس احمد مجاهد والكلام ده زي ما تردد كده؟ بص يعني كل ما هو يعني محسوب الحسبه دي مش عايزينه معانا؟ خليني اقول لك اصل اكيد الحسبه مش فنيه، لان انت راجل لك اسمك وراجل لك تاريخك يعني الحسبه. لا هو انا حتى لو محسوب على حد محسوب على اي حد نتائجي هي اللي بتعمل. اسمعني مفترض محسوب على اتحاد الكوره. هقول لحضرتك على حاجه على. انت كنت الحزمه كانت كده يعني؟ يعني الحزمه الرسائل اللي بتجي لي دلوقتي والحاجات اللي بتجي لي دلوقتي بعد ما المقاولين قعدوا في الدوري بتتساوى مع رسائل انا خدت فيها بطولات من الناحيه المعنويه يعني بالنسبه من ناحية لا من الناحيه المعنويه والناحيه الادبيه والناحيه اللي حصل بتاع المقاولين ان انت النهارده يعني انت كنت هقول لك ايه يعني لولا وقفه النادي المهندس صلاح والمهندس عادل ووقفه اللعيبه كلها وكلنا نبقى رجاله، وخاصه انا خدت معايا جهاز المنتخب الاولمبي كله.
اه ما انا عارف، ما عدا وائل رياض كمل مع وائل رياض كمل خلاص. كلمك بقى استاذن منك. كمل بس انا كان في تخطيطي ان جده كده كده كان جاي معايا. وانا كان شوقي مشى من الجهاز. تمام. فكان في تخطيطي ان جده كده كده جاي. تمام. فجي جده يعني ما جبتش حد تاني. اه يعني جده اللي معاك دلوقتي كنت عامل حسابك انه يبقى معاك موجود. لا كنت عامل حسابي ان هو كان هيبقى. هل كابتن وائل رياض استاذن منك لما قبل ما يروح المنتخب الاولمبي كلمك يعني؟ انا كلمته وقلت له، وقال لي هو أنا يعني قال لي كده بالظبط، انا باصص لحاجه ثانيه وما معناه يعني ان انا يعني ما كانش لسه اعلن جهاز المنتخب الاولمبي. ما معناه ان انا واخد وعد ان انا اكون في جهاز المنتخب الاولمبي. انت قلت له خلاص ربنا يوفقك وخلاص. اه طبعا طبعا طبعا. تمام. لان انا ببقى مبسوط لما اللي بيشتغل معايا بيكبر. اه طبعا طبعا. ومبسوط اللي بيشتغل معايا ان بياخد منصب. ليك تعليق على اختيارات ميكالي للمنتخب الاولمبي؟ لا 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 خالص خالص خالص، هو صاحب القرار دلوقتي هو المسؤول، واحنا اي حاجه يطلبها احنا تحت امره. تتوقع نجاحه؟ والله تتمنى نجاحه لك تتوقع؟ اتمنى نجاحه، واتمنى انه يحقق حاجه اكبر، وخد قبل كده ميداليه ذهبيه. اتمنى ان مصر نوصل ان احنا نلعب نهائي اولمبياد، دي حاجه كبيره جدا جدا تتوقع جدا. تتوقع يعني نجاحه؟ بص يعني خليني اقول لك على حاجه، الكره في افريقيا مختلفه. ولازم المنتخب الاولمبي يتعمل زي الحضانه. ولازم يلعب ماتشات لغايه ما هو يرسى على شكل وطريقه لعب، لان احنا ما عندناش لعيبه محترفين. مظبوط. والجيل ده يعني خد بالك كمان غير الجيل اللي كان معاك اللي قبليه. ما عنديش لعيبه محترفين هيجوا لي جاهزين العب بيهم واشتغل بيهم فده محتاج شغل كتير. فمحتاجين شغل كتير. اه محتاجين شغل كتير، وخاصه الجيل ده مظلوم. انا عموما يعني كلمه انه اللعب في افريقيا مختلف وضحت، يعني هو الراجل طبعا ملوش خبرات في اللعب في افريقيا، انما في الاخر احنا هنتمنى له النجاح يا كابتن. طبعا طبعا بنتمنى له ونتمنى للمنتخب، لان لاحظ حاجه برضه يا اسمحان، ما هو كل ما المنتخب بيكبر وبيعلى ومنتخب مصر بيكبر كل حاجه، يعني الفريق الاول او الفريق الاولمبي لما بيحققوا التارجت صح وبيحققوا حاجات كويسه بتصب كل ده بيبقى عايد على الكره المصريه. طبعا يا كابتن المنتخب يعني الاول دلوقتي نصه من المنتخب الاولمبي بتاعك يعني. آه. اكرم توفيق، مصطفى محمد، احمد فتوح، محمد عبد المنعم، حتى في العناصر الجديده اللي ما كل محمد صبحي حارس المرمى، كل الناس دي ما هو ناصر منسي اتاخد دلوقتي. يعني ايه اقصد كل مزبوط. اللي بيجي يعني كلهم عناصر يعني طلع من المنتخب الاولمبي. اه الدفع بالاولاد كويس حاجه كويس. هل في قبل ما اختم معاك، انا كل شيء اقول لك اختم معاك وبعدين ما اختمش. طب يعني الله يخليك، خد بالك انت هتيجي الاستوديو معانا بقى لما ترجع من الساحل. اجي يا استاذ محمد، انت عارف انت معتتك. انت عارف لما ترجع من الساحل ان شاء الله. انما انا هل في بعد اعلان الاسماء، هل في لعيب او اثنين او ثلاثه انت كنت حضرتك متوقع ينضموا للمنتخب الاولمبي وما لقيتهمش من خلال يعني؟ بص يعني انا اقول لحضرتك على حاجه، انا ما اعرفش السياسه بتاعت مستر ميكالي او الجهاز المعاون. بس هل في لعيب مثلا او اثنين؟ لا هو في لعيبه كتير مش موجوده. زي مين مثلا يعني؟ بل هل يعني من الممكن يكون في اتفاقات مع الانديه او اتفاقات مع حد ان اللعيبه دي ياخدوا راحه، اللعيبه دي يستبعدوا؟ زي مين يعني مثلا؟ مثلا في حسام عبد المجيد من الزمالك. ما هو حسام المنتخب الاول كمان عايزه، فهيسيبه للمنتخب الاول في شهر 9. ما اقصدش يعني اقصد من الممكن يكون في الوقت ده نادي الزمالك لظروف في ظرف معين. اه هل في لعيب تاني من انديه تانية غير الزمالك وبيراميدز؟ لان لا في لعيبه كتير، في لعيبه كتير. اه في لعيبه كتير زي مين مثلا؟ كويسه ولعيبه كتير مميزه. اديني مثال مثلا لقيته مش موجود. لا يعني انا ما اقصدش مين هو يعني. في احمد عيد. بالمناسبه انا قعدت مع الخواجه. تمام. مع ميكالي. اه ده امتى؟ قريب يعني. انا قعدت من كام يوم في الفندق في المعسكر بتاعنا، جانا وقعدنا مع بعض. تمام. والحاج عامر كان معانا. تمام. واتناقشنا في اللعيبه كلها والحاجات كلها. وفي لعيبه هو حاططها في دماغه يعني، قال لي عليها وقال لي على اسامي لعيبه وانا كنت بتكلم معاه فيها، بس هم مش موجودين معانا المعسكر ده. فمن الممكن يكونوا في المعسكر اللي هو بتاع الاجنده بتاع شهر 9. يعني هو القعده كانت على المنتخب الاولمبي اكتر من الكلام على لعيبه المقاولين. لا اكتر منها بكتير، على اعتبار يعني ان حضرتك كنت المدير الفني السابق. يعني انت لو كلمت على المقاولين هتدي المقاولين 2/10 و8 من 10 كان كله على المنتخب الاولمبي. طبعا وعلى التصفيات وعلى طريقتها وعلى المباريات وعلى الفرق وكل حاجه. كشفت له حاجه بقى؟ انا قلت له مثلا اللعيب المصري. نعم. كشفت له حاجه؟ قلت له اديته التقرير كله. اديته تقرير؟ طبعا.
ده تقرير ايه يا كابتن انت كنت عامله اصلا؟ التقرير اللي انا كنت عامله في الاتحاد وصل التقرير وانت كنت مسلمه للاتحاد. انت كنت مسلمه للاتحاد وانت ماشي؟ انديتها. ها؟ كنت مسلمه للاتحاد وانت ماشي؟ اه طبعا. طب وانت لقيته ما استلموش منهم؟ يعني انت لا مديته لا بص يعني خليني اقول على حاجه، هو ساعات يا استاذ محمد ايه؟ ان بتبقى الموضوع ايه؟ الموضوع لما تيجي بره وتخش مثلا على انت وانت بتديله التقرير يا كابتن شاب، تخش على كل وانت حاجه وانت بتديله التقرير لقيته كان معاه يعني كان خده من الاتحاد ولا فوق؟ والله بيه. انا ما اعرفش. قال لك يعني مثلا لقيته مبسوط انه بياخده منك وكده؟ لان احنا اتناقشنا في اسامي لعيبه، هو كانش عارف معاه وراني حاجات معاه على الموبايل بصراحه. اه فيها صور وفيها اسامي اللعيبه، فيها حاجه منظمه. فلما سالني فوريته انا حاجات برضو نفس الطريقه ونفس الاسلوب. تمام. وسلمته التقرير في ايديه يعني كنت طبعه له يعني؟ انت عارف ان احنا بنشتغل بطريقه علميه. انا فاهم. وبنشتغل كل حاجه، لو استاذ محمد طلب مني الداتا دلوقتي اخدها في ثانيه. تمام. يعني انت بقى سلمته التقرير هو مطبوع؟ ارتاح لما لقى ايه؟ ان الشغل بتاعنا اللي قبل كده مع المنتخب الاولمبي داتته كلها كامله، او اللعيبه اللي موجوده دلوقتي نفس تمام. القصه. تمام. سلمته التقرير يعني يا كابتن؟ في لعيبه كويسه لما جينا بيتكلم معايا فيها وبنتكلم في المواصفات بتاع اللعيبه والحاجات دي وكده، اتفقنا على ان مواصفات اللاعب ده كده. والله العظيم ثلاثة كان في كلمه من الكلام ايوه وانا بقول له يعني فلان، لا داعي بقى لذكر اسامي خالص، فايه وفلان ده كذا ومسته كذا وانا بحب كذا، قال لي وانا كمان بحب كذا. يعني الاتفاق على الشخص ده من الطرفين على طول. طب هو كان هو كان وهو مش في المعسكر دلوقتي. مش في المعسكر. عشان كده انا بقول لك ايه، احتمال لا واضح ان حبه فعلا، حبه جدا فعلا. طب بيلعب في نادي ايه اللعيب ده؟ لا معلش بقى يعني لا ما تقولش اسمه لكن عشان اعرف هل لا ولا اسمه ولا النادي، انا بتكلم والله العظيم. مش سلمته التقرير؟ لعيب كويس. اه سلمته. وفي يعني طبعته له كده واديته له في ايده في ايديه؟ طبعا لا حطيت له على الموبايل. على الموبايل يعني. تمام طبعا. كابتن شوقي انا مستنيك بقى بعد ما ترجع. خلاص والله يا استاذ محمد نورت والف مبروك. يعني كابتن شوقي غريب احد طبعا اهم وافضل المدربين في العصر الحديث في مصر، ونجاحك ده مش جديد عليك يعني يا كابتن شوقي. الف 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 مبروك ونلقاك دايما على خير ان شاء الله. يمكن المكالمه طولت شويه لكن الكابتن شوقي غريب يعني في حاجات كتير نتناقش معاه فيها بجانب المقاولين العرب كمدير فني سابق للمنتخب الاولمبي، وهنشوف هل ميكالي ما تجيبولي الاسماء بالمره اقولها بتاعت القايمه اللي اعلنها النهارده ميكالي البرازيلي المدير الفني للمنتخب الاولمبي. قبل ما نطلع الفاصل، اعلن قايمه منتخب مصر الاولمبي لمعسكر سبتمبر، المعسكر هذا الشهر، حمزه علاء، علي الجبري، يوسف نادر، علي نادر في حراسه المرمى، في خط الدفاع عبد الله عادل، ياسين سيد مرعي، اسامه الجزار، اسلام المزين، محمد سمير، خالد عوض، كريم محمد، عبد الرحمن رشدان، هشام شعبان، حافظ، اياد العسقلاني، محمد اشرف بكري، خط النص احمد نادر حواش، وليد فرج، مصطفى ميسي، محمود صابر، عماد ميهوب، يعني في اسماء طبعا عارفينها، زياد فرج، محمد شحاته، عبد الغني محمد، علي زعزع، مودي ناصر، عمر فادو، في الهجوم احمد سيد غريب، اسامه فيصل، احمد عبد الرحيم ايشو، وعبد الرحمن عاطف اجويرو. نطلع فاصل سريع ونشوف تقرير عن سواريش في الصدارة، تاريخ أسرع الإقالات في النادي الأهلي، وبعدين نرجع تاني. الحقيقة يعني وصل لنا برضو أنه الأهلي بيوصل لي مش وصل بيتفاوض بقوة مع مدرب برتغالي اسمه بيدرو مارتينز. هتقولي كده يا جماعة الصورة بتاعته الأول أهو، بيدرو مارتينز. وعلى فكرة الراجل ده كان بيمرن أولمبياكوس اليوناني وخد معاه الدوري 3 مرات وكسب كأس اليونان مرة واحدة. امبارح كان في معاه زوم مع النادي الأهلي، عملوا معاه زوم امبارح واتكلموا معاه الحقيقة، وكان نادي النصر السعودي عايزه السنة اللي فاتت اهو. ده موقع جول، كان بيقول ان مدرب الاولمبياكوس اليوناني يرفض عرضا لتدريب نادي النصر السعودي مع ان قيمته كانت 4 مليون يورو لتدريب نادي النصر. ومرن كوكا لما كان كوكا في او كوكا مرن كوكا وهو في الاولمبياكوس يعني، ومرن اندية في البرتغال منها نادي مثلا فيتوريا جيرايش، مرن مارتيميو، مرن ريو افي، فمرن انديه برضه في البرتغال. الاهلي بيحاول ان يشوف مدرب يستطيع انتشال النادي من اللي هو فيه
وهو بيحاول برضو الاهلي انه يميل للمدرسة البرتغالية. اخر مدرب الاهلي بيتفاوض معاه دلوقتي هو بيدرو ده. عنده 52 سنة. هنشوف الفترة الجاية هيبقى الموقف ايه. على فكرة خد احسن مدرب في الدوري اليوناني قبل كده مرتين. يعني من المدربين اللي اسمهم معروف جدا في الدوري اليوناني جدا يعني. كسبان دوري 3 مرات، كسبان كاس اليونان مرتين، مرة اسف، وواخد افضل مدرب في الدوري اليوناني مرتين، بيدرو مارتينز. هذا اخر المدربين اللي بيفوضوا من النادي الاهلي، وحصل امبارح معاه اتصال عن طريق الزوم من ادارة النادي الاهلي. هنشوف بوست عامله الزميل خالد طلعت. خالد طلعت الناقد الرياضي عمل بوست، هتقولنا كده يا جماعة، بوست الحقيقة يعني في ارقام بتديك دلالات. خالد طلعت قال لنا ايه؟ هقول لكم على احصائية رقمية غريبة جدا ومفاجأة جامدة جدا جدا. قول يا عم خالد. قال لك الزمالك خد الدوري برصيد 77 نقطة من اجمالي 102 نقطة. يعني مجموع النقاط بتاعت الدوري بتاعت ال 34 ماتش تضربهم في 3 يديك 102، ماشي. يعني بنسبة 75.5%. المفاجأة الأولى اللي بيقولها لنا خالد طلعت إن الزمالك قبل فيريرا لعب 11 ماتش مع كارتيرون يعني، خد منهم 25 نقطة من 33 بنسبة 76%. مع فيريرا النسبة نزلت بس حاجة بسيطة يعني 23 ماتش خد منهم 52 نقطة من 69 مجموع نقاط ال 23 ماتش بنسبة 75.3%، عشان في الآخر يحقق المجموع بتاعه اللي هو 77 نقطة، يعني اللي هو 25 مع كارتيرون وبعدين خد 52 مع فيريرا. يعني نتائج الزمالك في الدوري قبل تولي فيريرا أفضل شوية وإن كان بسيط من نتائجه بعد تولي فيريرا. المفاجأة الثانية والأهم ان الاهلي اللي جه في المركز الثالث برصيد 70 نقطه من 102 نقطه نسبته 68.6%. الاهلي مع موسيماني في الدوري، لان سوارش كان دايما يقول لك ايه، ما قبل نتائجي ما احسن من نتائج ما قبلي، نتائجي احسن نتائج ما قبلي. هنشوف الاحصائيه اللي عملها لنا خالد طلعت. قال لك الاهلي مع موسيماني في الدوري لعب 16 ماتش خد منهم 37 نقطة من 48، يعني خسر 11 نقطة بنسبة نجاح 77%. بعديه الأهلي لعب 18 ماتش خد فيهم 33 نقطة من 54 نقطة بنسبة 61%، يعني النسبة بعد موسيماني نزلت من 77% ل 61%. وبعدين تسائل قال لك عارفين ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ يقول ان لو موسيماني كمل بنفس معدل النتائج النسبة بتاعته اللي إدارة الأهلي وبعض المحللين كانوا شايفين ان هي وحشة كان هينهي الدوري وفق النسب ب 78 نقطة، يعني كان هياخد الدوري بفارق نقطة عن نادي الزمالك. معايا خالد طلعت على التليفون. يا خلود مساء الفل يا استاذ شبانه، اخبارك ايه؟ ازي حضرتك عامل ايه الاخبار؟ كله تمام والله. انا عجبتني الاحصائيه اللي انت عملتها دي لانها برضو كشفت حاجات كتير يعني مظبوط طبعا استاذ شبانه، انت عارف انا دايما يعني بحب دايما اتكلم بالارقام والاحصائيات، وهي دايما الارقام هي اللي ما بتكذبش، يعني ممكن الاراء الفنيه ممكن تختلف، حد يتكلم عن مدرب ممكن حد يجامل مدرب ما يعني انت عايز تقول ان موسيماني كان افضل للاهلي انه يكمل؟ طبعا يا استاذ شبانه دي ما عليهاش خلاف، يعني اعتقد يعني الناس كلها ايقنت بعد رحيل موسيماني بالقصه دي، يعني موسيماني لو كان كمل ويعني مش راي فني كمان بقول لك طبقا للارقام، يعني طبقا للارقام اللي قدامنا لو موسيماني كمل ومشي حتى بنفس الاداء اللي هو كان الناس شايفاه ان هو مهتز ومتراجع، لو مشي بنفس النتائج بالظبط كان الاهلي هياخد الدوري، ده طبقا للارقام اللي احنا شايفينها يعني. فالقصه طبعا الاهلي خسر برحيل موسيماني بشكل كبير جدا، يعني احد اسباب خساره الدوري وعدم وجود موسيماني، اهم اسباب خساره الدوري يعني انا شايفه اهم سبب طبعا رحيل موسيماني. بس اذا كنت هتكلم بنفس المنطق بتاعك في موسيماني برضه لو كارتيرون كان كمل كانت نسبته اعلى من فيريرا اللي احنا شايفينه قدامنا. هم قريبين جدا يا استاذ شبانه، يعني خلي بالك هم قريبين جدا، فرق يعني كام في المية؟ فرق بسيط، لكن في نقطه برضو مهمه لازم برضو يعني اضيفها لحضرتك يمكن مش واضحه في البوست، ان اللي قبل فيريرا كان كارتيرون وكان في ماتشين لكابتن اسامه نبيه، يعني اسامه نبيه برضو قبل فيريرا بين كارتيرون وفيريرا اسامه نبيه ضرب ماتشين للزمالك كانوا الجونه وفيوتشر، والزمالك كسب الماتشين دول يعني خد 6 نقط كاملين، فبرضو يعني النتائج اللي قبل فيريرا كانت مقسومه بين كارتيرون واسامه نبيه. انت حاططهم فين بقى؟ انت مش حاططهم في الاحصائيه اصلا؟
لا ما انا كاتب قبل فيريرا نسبه كذا، بس هم دول تمام. مش كلهم كارتيرون، انا بس يعني ال 11 ماتش دول منهم ماتشين للكابتن اسامه نبيه. مظبوط، تسعه كارتيرون واثنين اسامه نبيه بالظبط كده. تمام. اضيف لك برضو حاجات يعني ارقام جديده بقى للاحصائيه، انت قلت الاحصائيه فعشان يبقى برضو المداخله يبقى فيها فايده حاجه جديده يعني. تمام. هقول لك حاجتين، اول حاجه هنقسم برضو اللي انا ال 18 ماتش اللي هم بعد موسيماني كانوا ما بين سامي قمصان وما بين سوارش، عشان في ناس برضو يعني في مقوله ترددت، ناس بتقول لك لو ما كناش جبنا سوارش وكان سامي قمصان كمل كان الاهلي ممكن ياخد الدوري. تمام. المفاجاه اللي عندي لا، ان نتائج كابتن سامي قمصان مع كامل احترام ليه يمكن كمان اسوأ من نتائج سوارش. يعني سامي قمصان في اربع ماتشات في الدوري خد منهم سبع نقط، يعني هو لعب اربع ماتشات، كسب ايستام الكامباني وكسب المحله وتعادل مع الزمالك وخسر من سموحه. تمام. خد سبع نقط من 12 بنسبه 58%. سواش في 14 ماتش خد 26 نقطه من 42 بنسبه 62%. يعني نتائج سواش رغم ان هو كمان كان بيلعب بالمشكلة الاثنين الاثنين برضه ضد جيم يعني الاثنين ضد جيم مظبوط متفق. لا يعني يعني الاثنين طبعا قليلين جدا، يعني كام، 50 و62 59 و62 والاثنين اقل من موسيماني بكتير، يعني موسيماني بنتكلم 77%. فهو النتائج اقل بكتير من موسيماني، لكن 77% خد بالك والناس ما كانش عاجبها. مظبوط، اعترض عليه وعلى النتائج وكده ولا انا شايفه زي ما قلت لحضرتك في البدايه، لو موسيماني كمل كانت الامور هتكون افضل بكتير للنادي الاهلي. وخلي بالك برضو موسيماني كان يعني متمرس وعنده تفوق حتى في ماتشات الزمالك تحديدا، يعني بيكسب الزمالك، كسب خمسه في الدور الاول وكسب في نهائي القرن الافريقي. فاعتقد لو موسيماني كمل كمان والاهلي كان عنده ماتشين مع الزمالك، واحد في الدوري واحد في نهائي كاس مصر، لو موسيماني بتفوقه على الزمالك كسب الماتشين دول كانت الامور هتنقلب راسا على عقب، يعني كان الاهلي ممكن يركب الدوري والامور تختلف يعني. بشكرك. اخر حاجه عايز اقولها لك برضو، دي مهمه جدا بقى. يمكن طارق العشري بقى، طارق العشري عنده ارقام برضو مميزه جدا مع فولازية. ما طارق العشري امبارح يعني خد بالك هقول لكم دلوقتي، امبارح قعدت اقول له ما بلاش انت مكمل في طلائع الجيش، قال لي مكمل. قلت له ما بلاش تقول كده، قال لي لا اسمع مني. قلت له هيسيبوا لعيب، قال لي لا 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 لا, لا عيب. صحينا من النوم قال لك اعتذار الكابتن طارق العشري. مظبوط. طارق العشري بص يا استاذ شبانه بقى، يعني هو استلم الفريق، كانوا قبل طلع الجيش قبل طارق العشري لعبوا سبع ماتشات. السبع ماتشات دول عملوا فيهم ايه؟ خدوا خمس نقط بس، خمس نقط من سبع ماتشات من اجمالي 21 نقطه قبل ما يجي، 24% قبل ما يجي. وكان طلع الجيش متزايل جدول الدوري تمام لغايه نهايه الجوله السابعه. بعد ما جه طارق العشري لعب 28 ماتش، 28 ماتش خد منهم 52 نقطة من 84 نقطة بنسبة 62%، يعني نسبة نقط طارق العشري 62%، نفس نقط ريكاردو سواريش مع النادي الأهلي. تمام. مع فارق طبعا الإمكانيات والجماهيرية والإمكانيات الفنية للاعبين. تمام. لكن تمام. نتائج طارق العشري في الدوري بالظبط تعادل نتائج ريكاردو سواريش مع لعيبة النادي الأهلي اللي هو فريق قمة وفريق عنده نجوم كتيرة جدا، فده طبعا شيء يحسب لكابتن طارق العشري. طبعا مدرب كبير، طبعا مفيش نجاح كبير السنة دي بصراحه. استاذ خالد طلعت انا بشكرك شكرا جزيلا، ودايما بتسرينا الحقيقه بالارقام اللي بتعملها، شكرا جزيلا. انا قلت امبارح طارق العشري كده، شوفوا الشروق خدت الخبر عننا، موقع الشروق هاخد الخبر وبعدين هتقولي متن الكلام. طارق العشري يعلن استمراره مع طلائع الجيش في الموسم المقبل، هتقولي كده. بص، وقال طارق العشري في مداخله هاتفيه لبرنامج بوكس تو بوكس على فضائل اي تي سي، الموسم المنقدم من اصعب المواسم في حياتي، اشكر اللعيبه ماشي كل نجحنا في المنافسه مربع. شوف اخر باراجراف بقى، مستمر مع طلائع الجيش في الموسم المقبل، الجميع في الطلائع تكاتف من اجل تحقيق المربع الذهبي في الموسم المقبل. يعني كنت عايز اقول يعني الشروق اكلم عماد حسين واقول له، او الزميل اللي كتب الخبر كنت اكتب اقول له شبانه قال له ما بلاش بلاش تقول كده، انا كنت عارف كان عندي معلومه والله ان هو هيمشي من طلائع الجيش الكابتن طارق العشري، لان هم هيسيبوا لعيبه ما فيهاش نقاش، وخد بالك دي سياسه انديه يعني ما فيهاش هزار. يعني مش الكابتن طارق العشري، ما فيش بساعه اعلن طلائع الجيش التعاقد مع الكابتن علاء عبد العال الحالي المدير الفني لايسترن كامباني السابق، واللي عمل برضه نتائج طيبه لكن كان الوقت ما ساعدوش انه يكمل ويستمر في الدوري المصري. على ذكر المدربين، الكابتن حمزه الجمل قال لك انا مش خلاص يعني مش عارف اعمل ايه، كل الجمهور وكل الناس عارفه اللي بيحصل في النادي الاسماعيلي، والراجل قال يعني وجه رساله على الفيسبوك الى جمهور النادي الاسماعيلي، قال لن استطيع البقاء لاسباب يعلمها الجميع، وكتب كده زي بيان على الاكونت بتاعه، لابد من توضيح بعض النقاط المهمه، لاني شعرت ان هناك حاله من التشتت فكان لابد ان اضعكم في الصوره. اول امس حدث اجتماع بينه وبين رئيس النادي واعضاء مجلس الاداره للتعاقد من جديد،
ولكن لم التمس في فيه تلك الرغبات الاحترافيه في العمل. والدافع لوجود هو احداث نجاحات وفارق كبير للنادي، لان حب للنادي والمقام الاول والاخير. لذلك ارفع عن نفس الحرج واعلن لكم صريحه اني لن استطيع البقاء في النادي لاسباب الجميع يعلمها، ولكني سأظل محبا ومستندا للنادي الإسماعيلي. أشكر جماهير النادي حبي وأشكر الإسماعيلي لم ولن ينقطع يوما لأي سبب من الأسباب، وأتمنى من كل قلبي أن أكون قد ساهمت بشكل كبير. سواء كابتن حمزة عامل بال، لكن ما فيهوش الأسباب. النادي الإسماعيلي مش عايز يمكنه من اختيار اللاعبين سواء بالبيع أو بالشراء. أبسط حقوق أي مدير فني يجي إن يكون له دور في اختيار اللعيبة الجدد واختيار اللعيبة حتى اللي هتمشي. وكان أسوأ مشهد في الاسماعيلي انه في اليوم او قبل الجوله الاخيره من الدوري الاسماعيلي كان هيهبط فيه، فالراجل اللي ينجح تعلن اقالته. دي كان اسوأ مشهد. وتصريحات مدير الكوره اللي معاه كابتن حسني عبد رب بكل نجوميته بكل تاريخه هو اللي يطلع يتكلم ويقول انا ما اعرفش في ايه بينه وبين رئيس النادي، انا هعمل تقارير فني. سقطه الحقيقه للكابتن حسني عبد ربه، لانه نجم كبير ونجم اسماعيلاوي كبير، ما كان يجب انه يشارك في ما ارانا مهزله في الاسماعيلي بصراحه، لان حمزه الجمل نجم من نجوم الاسماعيلي واللي انتشر الاسماعيلي نجومه، فكان يجب الابقاء عليه، او حتى لو هتمشيه تمشيه بمشهد ارقى من كده. هي يعني مش قصه تمشيه واحد انا اجيب تورتايه واقول له خد حته جاتوه وتعالى كله بتاع، الموضوع مش كده. فيتوريا اختار قايمه النهارده، اختار محمد الشناوي واحمد الشناوي ومحمد صبحي في حراسه المرمى. خد بالك القايمه دي بدون لعيبه الزمالك وفيوتشر عشان عندهم ادوار تمهيديه في البطولات الافريقيه. محمد الشناوي واحمد الشناوي ومحمد صبحي في حراسه المرمى، هنشوف القايمه. عمر جابر، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، اسامه جلال، بهر المحمدي، علي جبر، ايمن اشرف، محمد حمدي في خط الدفاع. خط الوسط حمدي فتحي، نبيل عماد، دونجا، محمد ابراهيم، محمود حماده، مروان عطيه. خد بالك دي اسماء، يعني مروان عطيه بتاع الاتحاد اللي احنا سمعنا بقى الاهلي عايزه والزمالك عايزه والبيراميدز عايزه، كل الكلام ده فجأة يعني. شفنا الإصرار على أيمن أشرف لأنه لعيب تكتيكي رغم إن هو مستواه كان نازل مع الأهلي في الفترة الأخيرة، بس الراجل طبعًا نظرته مش كده. شفنا كريم فؤاد قد الأهلي ما عرفش يستفيد منه مع سوارش، لكن الراجل ضمه وشايف إن هو ممكن يعمل منه حاجة. شفنا عودة أحمد الشناوي حارس المرمى من جديد بعد غياب طويل جدًا عن المنتخب. شفنا محمود حمادة بيظهر لأول مرة لاعب فاركو طبعًا خط النص. محمد إبراهيم صانع الألعاب الزمالك الأسبق والحالي لسيراميكا كليوباترا موجود. نبيل عماد دونجا وبيتقال إنه بيقترب جدًا من الزمالك على فكرة في الانتقالات دي، بيتقال كده مؤخرا الساعات الاخيره انه بيقترب جدا جدا من الزمالك. وطبعا حمدي فتحي موجود، اسلام عيسى، عبد الرحمن مجدي، شادي حسين بيظهر اهو مع المنتخب، عبد الرحمن مجدي نجم الاسماعيلي، اسلام عيسى نجم بيراميدز، احمد عادل، محمد احمد مدبولي يعني ممكن اول مره ينضم للمنتخب لاعب الاسماعيلي، ومروان حمدي مهاجم سموحه، وناصر منسي طبعا، واحمد شريف كان مهاجم فاركو، وعلى فكره من ابناء وادي دجله احمد شريف. نادي فاركو اعلن رسميا تفعيل بند الشراء بتاع محمد صبحي حارس المرمى، وهنشوف الفتره الجايه كيف سيتعامل فاركو مع الاهلي في خلاص. محمد صبحي على فكره هيبقى حارس مرمى الاهلي، ما كانش الفتره الانتقالات دي هتبقى اللي جايه، ما كانتش اللي جايه هتبقى اللي بعديها، عشان ما حدش ايه يقعد يهري كتير في هذا الكلام. بسرعه، ناقد رياضي في المغرب اسمه منعم بالمقدم قال ان الاهلي هيشارك في كاس العالم للانديه. وفي المغرب الاعلام المغربي دايما بيجيب الاخبار من فوز الاقجع اللي هو المسيطر على الاتحاد الافريقي، وقال ان كاس العالم للانديه في النسخه الجديده هيتلعب 24 نادي، وقال انه اقرب يتلعب في كندا او في الصين. والراجل قال الناقد الرياضي الزميل يعني المغربي قال مونديال الانديه الكندي احتمال كبير جدا يتلعب في كندا او الصين، احتمال اكبر ان يشهد مرافقه نهضه بركان للوداد. وبطبيعه الحال الاهلي المصري الشكل الجديد المحتمل لكاس العالم للانديه 2023 بعدما كان عدد الانديه المشاركه في كاس العالم 7 فرق فقط اصبح 24، قال توزيعهم 8 لاوروبا، 6 في امريكا الجنوبيه، 3 في افريقيا، 3 امريكا الشماليه والوسطى، و3 اسيا واوقيانوسيا، 2.5 اسيا ونص في اوقيانوسيا. يعني هيحصل يعني زي مباراه فاصله عشان المقعد الثالث في اسيا، بجانب مقعد لبطل دوري الدوله المستضيفه للبطوله اللي اذا كانت كندا او الصين، 8 انديه الاوروبيه اللي هم وصلوا سيمي فاينل سواء دوري الابطال او الاتحاد الاوروبي، ريال مدريد، ليفربول، مانشستر سيتي، فيا ريال، وفاينورد الهولندي، وروما، وفرانكفورت، ورينجرز.
قال الوداد بطل العصبة اللي هو دوري ابطال افريقيا مع نهضة بركان بطل الكونفدرالية والاهلي وصيف غزاة افريقيا. اذا الاهلي مرشح بقوة رغم خسارته لدوري ابطال افريقيا ان هو يشارك في كاس العالم للاندية قبل الزمالك ما يروح للفاينل بتاع او المباراة بتاعت كاس السوبر المصري السعودي لوسيل في قطر. حصل ان النهاردة قرار موجع للهلال السعودي قال انه حرمان الهلال السعودي من القيد لفترتين بسبب ازمه للعيب كان عندهم وبعدين عقده خلص اهو. ضربه موجعه للهلال السعودي قبل مواجهه الزمالك بحرمان الزعيم من القيد وكان عندهم لعيب وعقده خلص وبعدين النصر مضى معاه وبعدين الهلال رجع تاني ابقى عليه فالنصر اشتكى. حرمان من القيد في الصيف ده والشتاء الجاي ده خد بالك قرار من الاتحاد السعودي يعني الاتحاد المصري اصلا عشان ياخد قرار بايقاف لعيب ماتشين من فاول في الاهلي والزمالك بيقعد يفكر 80 مره. ده الهلال السعودي الزعيم يعني وبطل الدوري يعني ده اهم نادي او من اهم الانديه في المنطقه العربيه والسعوديه. فالهلال ايقاف قيد مرتين وغرامه 20 مليون ريال ما فيهاش هزار يعني هناك المسائل دي ما فيهاش هزار. الزمالك عامل فيديو الحقيقة لطيف جدا تحدي بيتحدى فيها الهلال. عايز اقول لكم ان فيريرا بيتحفظ على ضم ميسي لاعب نادي الاتحاد السكندري. الزمالك خد شوط في المسألة دي وتفاوض معاه لكن فيريرا قال ان انا عندي يعني احمد عادل ميسي قال عندي لعيبة في نفس المستوى يمكن افضل في الاماكن دي انا عايز لعيبة تكون في اماكن انا محتاجها. كمان اعترض على ايبوكا رغم ان الزمالك خد خطوات قوية جدا لجون ايبوكا. انا قلت لكم الاهلي كان برضو يعني تحفظ على ايبوكا ولجنة التخطيط قالت انه بيستسلم جدا للرقابة. كمان فيريرا معترض على ايبوكا رغم ان ادارة الزمالك خدت معاه شوط الحقيقة مع ايبوكا ومع امبي يعني وهو شايف ان ابراهيم اناضاي نفس الستايل تقريبا هو عايز حد يكون ستايل مختلف عن ايبوكا المهاجم بتاع نادي نادي امبي. حصل اتصالات بإدارة الزمالك وعمر كمال عبد الواحد وتفاجئوا ان عمر كمال عبد الواحد قال لهم انا مصيري مش في ايدي رغم ان على السوشيال ميديا عمر غير وحط صورة عالم الزمالك والكلام ده بس الاتصال الاخير اللي حصل وقالوا له انه فيريرا مقتنع بيك جدا وعايزك لكن قال لهم الحقيقة انا اتمنى اجي لكن قال كده حرفا يعني مصيري مش بايدي وادارة فيوتشر دلوقتي رافضة تماما ان هي تفرط فيا. عارفين الزمالك كان كده كان قبل كده قال ايه قال فيوتشر في كفة ادارة الزمالك قالت كده علنا يعني ان فيوتشر في كفة كنادي ومنظومة وكل حاجة وانتقال مهند لاشين وعمر كمال عبد الواحد في كفة تانية. ادارة الزمالك قالت كده فيوتشر في كفة وعمر كمال عبد الواحد ومهند لاشين وانتقالهم للزمالك في كفة تانية. هنشوف يعني الانتقالات شغالة وهنشوف هل الكلام ده كالعادة مش هيتنفذ ولا هيتنفذ. هنشوف القصة دي هتمشي ازاي. خلونا بقى نطلع فاصل سريع. بعد الفاصل نلتقي بالكابتن سيد معوض والكابتن احمد عيد عبد الملك نجمي التحليل في اي تي سي. اهلا بكم من جديد بيسعدني ان يرافقني في هذه الفقره كابتن احمد عيد عبد الملك. ركز معانا بقى سيبك من السوشيال انت خلاص بتاع الهوا مساء الفل تحس ان هو بيخش يزرنا على السوشيال كابتن سيد معوض طلعكم لايف طلعنا لايف واحنا مش واخدين بالنا ممكن هو بيشوف الاحوال ايه دلوقتي وصلت لايه قبل ما يدخل السوشيال بقى لي سنتين ثلاثه كده لا غاويها قوي يعني ولا مش قوي لا قوي بس يعني اوقات بفصل منها بس يعني طول ما انت ماسك التليفون او فاتح السوشيال امسك التليفون اعمل بيه لا انت ممكن تخش تشوف حاجه على اليوتيوب تتابع مسلسل ما هو برضه اليوتيوب لا مسلسل ايه ما بتفرجش على مسلسلات ما بحب في رمضان بس ما احنا عندنا في الرياضه مسلسلات كتير بعد اذا عندنا دراما برضه عندنا مسرحيات عندنا في مسرحيات كتير انت غاوي السوشيال ميديا يا كابتن سيد لا انا مشاهد يعني انا غير عيد يعني انا يعني انت ما تشاركش لا انا اتفرج بس شوف قليل لما تشارك ولا بتشاركش خالص لا قليل جدا يعني في
بس ليك اكونتاتك وحاجات ليه وكل حاجه، بس يعني ايه يعني مثلا زي مثلا النهارده عبد الوهاب الله يرحمه، فلازم الله يرحمه. كل الناس يعني اكيد متواجده، اي حد اتعامل مع عبد الوهاب الله يرحمه فاكيد يعني بتشارك في حاجه زي دي، لان واحد من الناس من افضل اللعيبه اللي مرت على تاريخ الكره المصريه، اكتر لعيب في سن صغير حقق انجازات وحقق بطولات سواء في الاهلي او المنتخب، كان موجود في 2006 يعني كان موجود في كاس الامم وتوفى في 2000 و... في اخر 2006 شهر 8 2006 وخد كاس عالم عسكري مع المنتخب العسكري، خد كاس امم افريقيه مع منتخب الشباب، انجازات كبيره، خد مع النادي الاهلي بطوله افريقيا، يعني اكتر لعيب في سن صغيره او في عدد سنوات قليله لعب فيها حقق بطولات. فعبد الوهاب احترف خد بالك راح الظفر الاماراتي ومن اهم اللعيبه اللي كانت موجوده في تاريخ الكره المصريه، فربنا يرحمه ويغفر له. فدي من الحاجات يعني. هو كان اكبر منك؟ لا عبد الوهاب اصغر مني، عبد الوهاب جيل احمد جيل فتحي ومتعب اصغر مني عبد الوهاب. هو كان قائد الجبهه اليسرى في الاهلي ومنتخب مصر الحقيقه لفتره كبيره يعني. كان في اكتر حاجه كانت بتميز عبد الوهاب ايه، بما ان انت يعني راجل قائد الجبهه اليسرى؟ عبد الوهاب يعني اتكلم جوه الملعب وبره الملعب. يعني جوه الملعب هو من الناس اللي رجليها كان عنده تصويبات قويه جدا من اماكن بعيده جدا، كان بياخد القرار في اماكن ممكن انت ما تاخدهاش، يعني مش اي حد. يعني مثلا عبد الوهاب مجرد يعدي نص الملعب كان اول تفكير بالنسبه له ان هو بيظبط نفسه عشان يقدر يشوط على الجون، انما بره الملعب انت بتتكلم على شخص واحد مؤدب جدا، واحد بيتعامل باسلوب محترم جدا، واحد من اهم اللعيبه. عبد الوهاب من الفيوم، فانا كنت اعرفه اصلا من قبل ما يكون لعيب في الاهلي، من قبل ما يكون لعيب حتى في انبي، يعني انا خاله كان من اقرب الناس ليا، هو متواجد دلوقتي حتى، يعني خاله بيمرن فرقه في الفيوم، كان بيمرن المقصه يعني بيمرن الناشئين، فدول كانوا قريبين جدا بالنسبه لي. فعبد الوهاب يعني انا بقول يعني ربنا يرحمه ويصبر اهله ويغفر، لان احنا ما شفناش من عبد الوهاب الا كل خير بامانه، يعني جوه الملعب وبره الملعب. يعني كان شخصيه مهذبه جدا. ليك اي كان علاقه بعبد الوهاب؟ عبد الوهاب ما كان معايا في المنتخب و2000 بطوله 2006 ما كنا متواجدين مع بعض، وكان لعبت في الجبهه معاه كتير بشكل كبير. هو عبد الوهاب كان مميز بره، كان على خلق عالي جدا والناس كلها كانت بتحبه، كان مميز، كان هادي جدا والناس كلها بتحبه، وكان برضه في نفس الوقت يعني هادي بس تحس ان هو دمه خفيف ويغني ويغني عادي يعني، كان الناس كلها مرح يعني. وفي الملعب طبعا كان عنده ميزه، حته الكروسات كان بيعملها كويس قوي، سيد بيتكلم فيها حته الشوتنج ديت، رجله ما شاء الله كانت تقيله، وعمل بطوله زي ما الكتاب بيقول في كاس الامم الصراحه كان في مصر. هو كان البطوله كلها، كان عنده الحته الدفاعيه كمان قويه شويه، عنده الحته الدفاعيه. تفتكر له موقف في البطوله في 2006 ما كنتش متوقع الصراحه اللي هو يخش يشوط ضربه جزاء، كنت قلقان عليه، هو الوحيد في الفاينل، هو الوحيد، لكن هو دخل حطها حلو جدا وبشكل قوي. هو كان عنده ثقه في نفسه برضه. كابتن حسن كان بثق فيه جدا، كابتن حسن شحاته كان بثق فيه طبعا. كان جبهه مهمه جدا في المنتخب. كان مين بديله في 2006؟ كان طارق السيد اللي كان موجود معاه. احنا يعني عملنا كده حاجه لمحمد عبد الوهاب الله يرحمه بمناسبه مرور 16 سنه على وفاته. توفى في يوم 31 اغسطس 2006. انا متذكر يوم وفاته كان يوم مؤلم جدا لكل الوسط الرياضي، حتى احنا في الميديا عرفنا الخبر مالناش مصدقين. انا متذكر انا جريت، اعتقد كان في مستشفى في الدقي او حاجه كده مش كده، جرينا على طول. يعني لو انت راح تغطي الحدث وفي نفس الوقت عبد الوهاب كان بيحظى بعلاقه قويه جدا مع كل الناس، والناس كلها بتحبه يعني، كانت كل النجوم موجوده وكل اللعيبه مش مصدقه نفسها، وكان في حاله صعبه جدا وقتها، وكان مشهد مؤلم. رحل محمد عبد الوهاب يوم 31/8/2006. عملنا له الفيلر ده عنوان لن ننساك. رحم الله النجم الجميل محمد عبد الوهاب. الاول نبدا من قائمه فيتوريا، نبدا بيها وبعدين نرجع بقى لاحداث المدربين والدوري والكلام ده. تابعته طبعا اعلان القائمه بتاعت المنتخب مش كده؟ طبعا. هل فيها مفاجات بالنسبه لك؟ هو مش بالنسبه لي مش مفاجات قوي يعني، بس هو الراجل لا في اسماء يعني واضح، يعني كريم فؤاد، ما انا لو قلت لي كان لا يمكن اتوقع ان كريم فؤاد مثلا يبقى موجود، محمود حماده
مروان عطيه، دي اسماء جديده على المنتخب، شادي حسين، احمد عادل، احمد مدبولي. انت بتتكلم برضه ان احمد شريف، ان في في, في في بعض اللعيبه مش متواجد باعتبار الزمالك مش موجود، و فيوتشر عشان الادوار التمهيديه ماشي، والمحترفين مش برضو عدد كبير. فهو الراجل برضه بيوسع القاعده زي ما كان في البدايه كروش كان بيعمل، خد ضم مجموعه لعيبه كبيره في الاخر افرزت وطلعت لعيبه لعبت. يعني هو خد مثلا محمد عبد المنعم في الاول لعيبه بقى راجل لعيب اساسي معاه وبقى لعيب منتخب دلوقتي ورجع النادي الاهلي من خلال المنتخب عشان الراجل ضمه. انت برضو بس هي كل القاعده اللي عملها كروش ما ضمش منها حد، حسين فيصل على احمد ياسين على احمد رفعت، ده هو وجع قلبنا في كاس العرب وفي الاخر راح كاس. ما انا بكلمك في مين، صح ولا غلط؟ فاكر انا بكلمك في مين انت اللي اختاره اللي لعب في كل القصه ديت؟ محمد عبد المنعم. بس خلي بالك برضو حتى عبد المنعم لعب لظروف. يعني عبد المنعم حتى لما شارك في كاس الامم شارك مكان نتيجة الونش اتصاب. لا اول مباراه كمان هو لعب بكراي مكان اكرم مجاله الصليب بعد ربع، وبعد كده ما كانش هيلعب لولا ان حد الونش اتصاب رجعه حطه فبدا. يعني هو ما كانش اولويه في الاول، يعني ما كانش اختيار اولي. بس هو كان ضمه لاول مره في كاس العرب عبد المنعم كيروش. يعني اول حد ضمه يعني هو كروش جاء بعدنا عبد المنعم. المفترض ان هو المعسكرات كلها كان هيبقى موجود لان عبد المنعم كان ماشي بشكل كويس جدا. انتوا كنتوا حاطينه في حساباتكم كابتن حسام بدري؟ كان موجود لان هو المكان ده انت عندك نقص فيه كبير في منتخب مصر. يعني محتاج فيه ومحتاج فيه عنصر يكون صغير شويه. يعني ده طبيعي عشان كنتوا متارجتين عبد المنعم. طب اسالك سؤال، انتوا لما مشيتوا مع كابتن حسام بدري قدمتوا تقرير فني؟ ولا ما فيش حد بيقدم تقرير فني لان هو ما بيطلبش منك. بص احنا عندنا مشكله في مصر عامه، يعني سواريز اما يمشي دلوقتي هيقدم تقرير فني؟ المفروض هيقدم بس مش هيتاخد بيه طبيعي. حتى لو ما اتاخدش بس انت بتقدم انما صح ولا غلط؟ المنتخبات لا هو مش هيقدم سواريز. ليه؟ ايوه هو مش هيقدم، هو خلاص الناس اتفقوا على هيقدم ليه؟ ايه اللي هيخليه يشتغل او يقدم؟ خلاص اتفقوا على حاجه وخلاص الموضوع. أيوة بس ده الكلام ده لو انا مثلا قاعد بطلب منك مش هيقدم تقرير فني. مش عارف القصه. كابتن شوقي غريب كان معايا على التليفون لما مش يقدم تقرير فني، هو قال لي كده. قدمه لمين؟ للاتحاد. بس الاتحاد ده حطه مع جواب الاهلي. لا يعني المدير الفني الجديد يعني اكيد ما قال لك المدير الفني الجديد فوق ان انا بديله التقرير اللي كنت مقدمه في الاتحاد. يعني بكريم ما حدش اداله التقرير، اتحط في الدرج طبيعي جواب الاهلي في ثالث درج. والطبيعي كل الاماكن عارف انت المسؤولين دايما عندهم درج اسمه المدفن. كل الاماكن لازم يبقى فيه تقرير ولازم الراجل الجديد صح. يجي يشوفه. حتى على فكره ممكن ما تاخدش بيه بس طبعا بس بيديك برضه معلومه بيديك. لان طالما مدير فني عشان كده سالتك انتوا ما قدمتوش تقرير فني. لا ولا الطلب ولا احنا قدمنا ولا بأمانة. الطلب لكن انما عبد المنعم كان في المخطط بتاعك كان في موجود في الاسماء. مين تاني كان غير عبد المنعم؟ يعني من الاسماء اللي شاركت بعد كده حتى لو ما شاركتش انتوا كنتوا مترجتين على مين؟ يعني كانت عينكوا على مين؟ لا هو كان في نقطه كنت بتفكر فيها ان انت تعدي مرحله التصفيات وتبدا تدخل عناصر صغيره. يعني انت مرحله التصفيات كنت مش قادر تدخل مضغوطين فيها طبعا مش قادر تدخل حد. يعني انت بتلعب ماتش، يعني انت مثلا فيتوريا عنده فرصه كويسه دلوقتي يعني عنده وقت لغايه شهر 6 دلوقتي. معسكر مش مطالب فيه بنتائج، مطالب فيه ان انت تشوف لعيبه. فما انت ما تشوف الاسماء دي كلها ما فيش حد هيفاجئك لسبب، لان انت عادي ده معسكر ان انت بتشوف لعيبه. يعني تشوف منهم اللي يصلح دولي ولا ما فيش حد فيهم هيقدر يكمل. هتدي فرص لمعظم اللعيبه دي، تشوفهم جوه الملعب، تشوفهم قدام عينك. يعني هو عجبني جدا اما اتسال على زيزو وبيتكلم اما اتسال ان هو هيغير مكانه عشان صلاح او حاجه، هو قال لك انا اما اشوف اللعيب في التمرين وفي الماتشات قدام عيني هبدا احدد انا هعمل معاه ايه. وده صح ان انت ما تتعاملش مع اللعيب انت اصلا ما تعرفش ممكن امكانياته اللي انت بتشوفها في الملعب دي اما تشوفها في الواقع جوه التمرين وجوه الماتشات الوديه تلاقيه مختلف تماما. ممكن انت تفكر تنقل مكانه، ما ينفعش تنقل مكانه. فانا شايف ان هو يعني بدايه كويسه، مؤتمر صحفي كويس، ردوده كويسه. اهم حاجه بعد كده يعني انت قلت الاسماء دي كلها هنشوف منها مين اللي هيقدر يكمل، لان اللعب على المستوى الدولي مختلف تماما عن يعني لازم يبقى عندك الثقه. يعني انت في لعيبه كتير خدت فرص مع كروش بس كم واحد منهم كمل؟ يعني ده الاهم. كابتن احمد عيد هاخد من نهايه كلام كابتن سعد معوض انه مين من دول هيكمل؟ انت متوقع مين من دول ممكن يلفت نظر الراجل؟
يعني بالاسماء دي انت بالنسبه لك احمد عيد تشعر انه مبشر فعلا؟ يعني ممكن انت متاكد على الاقل لو ما لعبش هيبقى بديل قوي في المنتخب؟ بالنسبه لي في حته الراس حربه شادي حسين. شادي طبعا اوكي، لعيب لعيب من اللعيبه اللي عندهم حلول واللي ممكن تستفاد منه اصلا في الحته الهجوميه. خد بالك راس الحربه انت عندك اربعه، انت عندك شادي وعندك مروان وناصر منسي واحمد شريف. واحمد شريف يعني رتبهم لي. انا بالنسبه لي شادي و شادي رقم واحد في الاربعه. شادي رقم واحد عشان شادي عنده كذا ميزه، يعني هو هداف غير هداف، لعيب كره مختلف عنهم في الكرة على الارض، يعني عنده حلول كويسه، مهاره مهاره وقوي. لكن الثلاث فراوده برضو ستايل، يمكن مروان شويه بينزل برضو لتحت وياخد ويروح، بس مهارة مروان برضو عنده المهاره. ايوه ما انا بقول لك، بس هو يعني محدش فيهم زي شادي، هو هم يعني شادي في ستايل وهم ستايل تاني خالص. تمام. لكن بالنسبه لي مروان طبعا تاني هداف الدوري برضو مع سموحه ب 15 هدف برضو، دي حاجه كويسه بالنسبه له. يعني انت شادي واحد مروان اثنين، مروان وناصر وبعدين احمد شريف. اوكي. وانا بيتهيألي احمد شريف يعني بعدد الاهداف مش عارف هو جايب كم، هو اصلا فاركو كلهم جايبين مش عارف 18 جول تقريبا، جايبين 18 جول منهم بتاع 7 ضربات جزاء وهو ما شاطش فيهم حاجه، انت فاهم؟ فمش عارف هو جاب كم جول. ما انا معرفش الهدافين يا جماعه، انا مش شايف قدامي. هو اكيد مش محطوط في وسط الهدافين ده على ما اعتقد يعني. لا مش موجود. انا قدامي اهو، بص انت زيزو، بعدين مروان حمدي 15، سيزو طبعا 19، مابولولو 13، ايبوكا 13، مصطفى شلبي 11، شادي حسين 10، محمد هلال 10، احمد رفعت 9، سيف الجزيري 9، احمد عاطف، ناصر منسي 9، علي معلول 8، اشرف بن شرقي 8، قفشه 8، محمد صالح، استن كامباني 8، خالد قمر 8، محمد شريف 7، ورمضان صبحي 7، وكريم بامبو 7. يعني ده مش موجود اصلا. انا بقول لك احمد شريف، يعني اعتقد اللي هو ممكن يكون جايب 3 4 تجوال، وهو كمان مدفوع فيه مبلغ كبير جدا كمان من وادي دجله. من وادي دجله مبلغ 12 مليون جنيه، برده رقم كبير. هو لعيب صغير ولعيب ممكن يبقى مبشر، بس هو يمكن طريقه لعب جاب 3 تجوال. طيب هم كلهم على بعض جايبين 21 جول، يعني اكتر من زيزو بجولين. هو طريقه اللعب مش خدمه معاهم يعني. فما اقدرش اقول، انا ما اقدرش اقول اللي هو يعني الموضوع بالنسبه له ما بيجلوش فرص كتير يعني. بس هو الراجل شاف في حاجه بنشوفه. هو كمان قوي بدنيا وعنده عنده سرعات والكلام ده. طب برضو ما قلتليش مين اللي انت بتراهن، انت كاحمد عيد تقول لي دلوقتي اراهنك ان فلان ده هيحظى باهتمام فيتوريا؟ اسامه جلال. اسامه جلال وشادي. انا قلت لك اسامه جلال وشادي. وممكن مش عارف اصل الباقي كله برضو. لا ما محمود حماده برضو بالنسبه لي لعيب كويس جدا، من لعيبه كويسه جدا. واللي علامه استفهام ان دونجا موجود، عشان دونجا الفتره اللي فاتت ما بيشاركش. بس هو الراجل بقى ضمه برضو معسكر طويل ومعسكر ممكن يكون خد بالك برضو هو في الديفندرات، هو واضح وصول البرتغاليين كلهم بيحبوا الحته دي. يعني عشان كده ضمن مروان برضو. مروان مفاجأة، مروان عطية. لا هو عامل الدور الثاني كويس كمان، الدور الثاني يعني. هو عشان انت متابع كابتن سيد مروان عطية؟ يعني متابعه بس برضو يعني برضو هو إيه كويس. فجأة مصر كلها يعني قال لك فيرير عايز مروان عطية، والأهلي عايز مروان عطية، وبيراميدز عايز. فجأة كده صحينا من النوم الأسبوع اللي فات كل الأندية عايزة مروان عطية، ليه بقى؟ أنا بقول هو عمل الدور الثاني كويس. أيوه كويس، لكن كان ملفت قوي كده. لا امال فيريرا والاهلي وبيراميدز؟ لا كل مدرب ممكن يبقى عنده احتياج في الفرقه فمركز. لا هو ممكن مركز على المكان ده لانه في احتياج ليه يعني. اي بس انت مثلا كان لافت نظرنا بوبو مثلا، صح؟ صح. محمود حماده برضو شويه كان لافت نظرنا. هي بامانه كلهم على فترات يعني، ما فهمش حد يعني مثلا شوية. تقدر تقول ايه السنه دي في لعيبه طول الوقت يعني. انت اما تيجي تتكلم على لعيبه يعني هتحط زيزو مثلا رقم واحد. ده لافت النظر لاي حد بيتفرج كل الماتشات وطول الوقت. انما هتيجي تتفرج على كل الدوري على كل الانديه حتى مش هتقدر تطلع على لعيب يعني. انت مثلا هتيجي تتكلم على الونش الدور الثاني يا يعني. الونش بعد ما رجع من كاس الامم 5-6 ماتشات مش موجود تماما، انما بعد كده رجع بمستوى مختلف. فده تقدر تتكلم على كل لعيب على فترات، انما الوحيد اللي هتقدر تقول ان هو عمل يعني يلفت النظر بمعنى اصح هو زيزو. انما غير كده يعني مروان عطيه
كويس بس على فترات، هتتكلم على محمود حماده على فترات ماتشين ثلاثه. النقطه بس قبل ما انساها، العيد بيتكلم فيها ان شادي مختلف. هي النقطه مش شادي مختلف او احمد شريف، هي النقطه الراجل بيحب ستايل ايه. يعني هي النقطه، ممكن الراجل يعني انا وجهه نظري بالناس اللي واخدها هتلاقي نفس كروش عنده نفس الفكر في الاسترايكر اللي موجود، واحد جسمه، واحد بيقدر يجري بيتحرك على طول، واحد بيلتحم بشكل قوي، واضح من الناس اللي واخدها. انت لو حطيت على دول كمان مصطفى محمد هتلاقي نفس طريقه اللعب، نفس السيستم داخل على كروس. بس هم فراوده الدوري، هم ستايلهم كده، هجيب منين دول؟ يعني هم الستايل. لا ما ممكن انت تكون ما بتحبش كده مش هتاخدهم. لو انت ما بتحبش كده مش هتاخدهم، هتلاقيك واخد ايه، شادي حسين، واخد محمد شريف، واخد ناس بستايل تاني تماما. يعني بس احنا يعني احنا برضو بنتكلم في مصطفى محمد ومحمد شريف، عندنا ازمه في المركز ده في حته راس حربه. انا شايف عادي، لا مش يعني ما عندناش ازمه بطريقه كبيره. انت برضو ازمتك في طب افرض لاي سبب المنتخب. وربنا يحميه يا رب ما اقصدش، بس لاي سبب مصطفى محمد مش موجود، بس اتخانق مع المدرب. لا هو مصطفى كان موجود معاك في كاس الامم. يعني ما كانش فيه ناتج، ما كانش فيه ناتج، ما كانش فيه ناتج عشان هو مطلوب منه ادوار غير طبيعيه. عشان ادوار صعبه جدا. الراجل ده كيرو ده انا كنت بنهج وانا بتفرج على مصطفى محمد من نازل طالع نازل طالع. هي النقطه ان انت مش حكايه ان انت عندك مشكله، بس انت ما عندكش العيب اللي يقول لك المكان ده يعني ميزه بالنسبه لك، يعني المكان ده يكسبك ماتشات. يعني خلال الفترة اللي فاتت، خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا، مين استرايكر موجود في منتخب مصر هو بيكسبك؟ يعني مين؟ يعني أنت كنت بتقعد الأول فترة كبيرة تقول إيه؟ عماد متعب مؤثر جدا، تقول عمرو زكي مؤثر جدا، تقول كابتن حسام ميدو. حسن مؤثر جدا، ميدو مؤثر، كل واحد واخد فترة، إنما أنت دلوقتي مثلا آخر ثلاث سنين، أنت قول لي على واحد في المكان ده. بس احنا فترة كبيرة. لا قول أقرب حاجة آخر ثلاث أربع سنين، مين في المكان ده مثلا مؤثر جدا في كأس أمم، في تصفيات كأس عالم، في تصفيات. بس هو مصطفى الأساسي ما فيهاش نقاش. هو مصطفى هو ما لعبش منتخب، بس هو يعني لسه برضه ممكن يبقى لعيب متألق مع النادي بتاعه، لكن برضه فكرة المنتخب جو تاني طبعا، جو تاني مختلف. هو يعني الوحيد محمد شريف، هو يعني الوحيد اللي لعيب منتخبات. ما هو محمد شريف عشان لعب تحت ضغط كبير في النادي الاهلي وراح المنتخب لعب، لكن هو مش لعيب منتخبات من قبل كده. انا فاهم. لا انا بتكلم دلوقتي من في رايك الفني، لو مصطفى مش موجود مين يبقى راس حرب منتخب مصر؟ مش يعني انت شايف انه يبقى شادي حسين مش محمد شريف؟ انا شايف شادي هو في الدوري بالموسم اللي فات هو شادي طبعا. كابتن سيد، يعني هي النقطة اللي هتفصل فيها طريقة لعب الراجل بيحب ايه. يعني ده هيبان خلال الماتشين الجايين. خلي بالك الماتشين الجايين زي ما الراجل بيتعرف على اللعيبة، احنا كمشاهدين او محللين لازم نتعرف على الراجل، هنتعرف على هو بيحب طريقة لعب ايه. هيبان خلال الماتشين هو بيحب شكل اللعيبة او ستايل اللعيبة ايه. يعني الفرود مثلا بيحبه راجل بيقعد يتحرك بشكل قوي، راجل طويل هيدرز بيلعب كور عالية معظم الوقت. هنشوف من خلال طريقه لعبه او السيستم بتاعه. بس انا اعتقد ان شادي عشان يبقى هو الاساسي لا هيبقى محتاج وقت شغل، محتاج شغل مع الاهلي وفي وربما يكون هو عنده الجاهزيه لده. هو لعيب كويس جدا. فين هو شادي؟ خلاص راح الاهلي المفترض. هو لعيب كويس جدا. خد بالك انت بتقعد من افضل لعيبه في الدوري السنه دي وبعدين بتتحقق بعد كده. فين مش رايح؟ لا انا ما بقولش مش رايح، بس انا بتقوله في الاهلي. لا بس هو خلاص الاتفاق تقريبا يعني متوقف على حاجات بسيطه، مين هيروح في المبادرات. الكلام ده كلام كابتن احمد سامي. كابتن احمد سامي قال كده. هو ايوه هو كابتن احمد سامي مكمل. بس مش انا من شهرين قلت لك كابتن طارق العشري مش مكمل مهما كانت النتائج. حصل. وبعدين بيقول لك رايح سموحه والنهارده الكابتن علي عبد العال. ده انا امبارح بقول له على الهوا ما بلاش، يقول لي لا خد مني. كنت عايز اقول لاحمد عيد قال. طب عندنا فاصل كده سريع، نطلع فاصل نرجع نتواصل تاني. طيب كابتن سيد، احمد الشناوي اتفاجئت انه انضم؟ لا يعني كنت متوقع طبعا. الشناوي طول ما هو في الملعب هتلاقيه موجود، في ده لعيب منتخبات برضه. يعني احمد الشناوي من افضل الحراس اللي موجوده، الاصابه عطلته كتير
ودماغه عطلته اكتر. يعني بامانه يعني الاصابه عطلته كتير ودماغه عطلته اكتر بكتير. اكتر من الاصابه بكتير. يعني الشناوي ده لو دماغه زي محمد الشناوي خساره في لعيبه تحزن. لعيبه يعني بيبقى عنده فرص يبقى تاريخي. انا لما شفت صالح جمعه ما حدش يقعد له من 7 8 سنين. طبعا انا لما شفت صالح جمعه زعلت. طبعا يعني. انا لما شفت صالح جمعه الماتش سيراميكا زعلت. ده نموذج يعني صالح جمعه ده لو موجود يعني المفروض ان هو او مفترض مع الجيل ده يكون هو اساسي منتخب مصر واساسي في الاهلي وبيلعب أساسي. وبيلعب وهو يعني من نجوم الجيل ده. بس شوف هو فين دلوقتي. يعني هو اصلا يعني لعيب بيلعب ربع ساعه في سيراميكا. سيراميكا اللي هو ال 14 او ال او ال 13 في الدوري. فتخيل انت عقليتك بتوديك فين. الشناوي كان لعيب اساسي في منتخب مصر من قبل كاس العالم 2017 كاس الامم بدا البطوله. ايوه مع كوبر لا وبدا على مين وعلى يعني الحضري وعلى بدا على الحضري وعلى شريف وكان مزبوط. محمد الشناوي بره المنتخب مش موجود اصلا. محمد الشناوي من 2018 هو بقى حارس مصر لان هو عقليه مختلفه عن الناس دي. مزبوط. هو راجل عارف انا بتمرن صح بتعامل مع الناس بشكل كويس جدا جوه الملعب وبره الملعب. انا راجل ملتزم بمعنى اصح ماشي بشكل كويس. فربنا اداله بامانه يعني هو راح في المكانه اللي هو تعب عشانها. انما في ناس تانية احمد شناوي امكانيات من هو حتى في المصري اول ما طلع من افضل الحراس اللي موجوده. طب دلوقتي يلعب على محمد شناوي انت متوقع؟ لا صعب برضه يعني هو لسه راجع من اصابه. هو خلي بالك هو خد عدد ماتشات من فتره قريبه يمكن بعد ماتش النادي الاهلي في الكاس كان شريف هو اللي بيلعب وبعدها احمد الشناوي بدا يلعب بعد المباراه دي بدا ياخد. فهو لسه واخد من شهرين ثلاثه فهو محتاج لعب حوالي 15 ماتش. بس انا بتكلم في ان هو كان بقاله فتره لعب 15 هو لعب يعني خلاص رجع هو رجع. فنيا كمان باين عليه ان هو رجع فورمه يعني. طب ناقصهم عواد ولا مش متوقع يبقى موجود؟ لا انا متوقع اللي هو هيبقى موجود. لعيبه الزمالك مش موجودين هم فيوتشر. انا متوقع اللي هو هيبقى موجود يعني في الفتره الجايه ديت هيبقى موجود مع المجموعه دي. لو موجود يبقى ترتيبه كام يعني؟ محمد الشناوي واحمد الشناوي ومحمد صبحي لو عواد انضم. بص هو على حسب ما الراجل خد بالك الراجل هيضم اربع حراس. ما انا بقول لك هو على حسب يعني واضح ان مفضله على حسب مين الراجل حاطط في مين في دماغه هيلعب برضه ده هنشوفه من خلال الماتشات. بس انا زي ما قلتها قبل كده كذا مره كل الحراس قريبين من بعض. يعني انا ما افضلش حد. الكلام ده قلته قبل كاس الامم وقلت كل الحراس زي بعض. وانت هنا قلت لي ابو جبل والشناوي ومين اللي يفرق وبتاع قلت لك الاثنين قريبين. ابو جبل عمل بطولة تألق عمل بطوله كبيره جدا والشناوي كان عامل بطوله كان عامل بطوله. فالموضوع قريب وعلى حسب بقى الراجل حاطط في دماغه مين. بس هو الخبرات زي ما هتبقى صالح محمد وبعدين احمد الشناوي خبرات. احمد الشناوي خبرات قبل محمد الشناوي. ايوه بس محمد انا بكلمك بس انت خمس سنين بتيجي على اللي نهى. ايوه ماشي ما انا بكلمك انت برضه بتتكلم في مستوى فني. طب خلاص يعني كخبرات خلينا نقول المنافسه هتتحسر بين الاثنين الاول محمد واحمد الشناوي بين الاثنين ومعاهم عواد وبعد كده عواد وبعدين صبحي. مش كده؟ طب انا لما ببص كده على الاسماء بلاقي لعيبه من الاهلي يعني بلاقي كريم فؤاد موجود ايمن اشرف موجود عبد المنعم موجود وحمدي فتحي موجود بس هم دول ومحمد الشناوي طبعا خمسه من الاهلي. هو اختار على ايه في رايكم؟ يعني اختار على مشواره مع المنتخب ولا اختار على ماتشات الدوري؟ اكيد على الاثنين يعني الماتشات قبل ما اللعيبه دي تريح والنقطه الثانيه على قبل كده. يعني هو اكيد اتفرج على منتخب مصر على ماتشات لمنتخب مصر كتيره جدا لان طبيعي جدا يعني لازم تتعرف على اللعيبه. لان هو لو مدير فني جه ما اتفرجش على المنتخب قبل كده وما اتفرجش على المجموعه اللي كانت موجوده ممكن يختار اي اسماء من الدوري ما تكونش لاعب الدولي. يعني يكون مثلا هو لو ما شافش محمد الشناوي مع المنتخب ما كانش هيختاره لان هو ما لعبش بقاله فتره كبيره. حتى الشناوي قبل ما اللعيبه تريح كان اصيب شويه وغاب بعض الماتشات. ايمن اشرف نفس الكلام يعني الوحيد اللي عنده استمراريه او الاثنين اللي كان عندهم استمراريه عبد المنعم وكريم. حمدي برضو غاب فترات كتيره جدا. فاكيد الراجل اتفرج على ماتشات لمنتخب مصر. هي النقطه في لعيبه مصابه برضو فهي ممكن يعني السوليه مصاب محمد شريف مصاب قفشه مصاب فكل ده هيبان بعد المعسكر ده. يعني مش المعسكر ده المعسكر الجاي هيبان مين اللعيبه اللي الراجل بيفكر فيها
لان انت دلوقتي هو حتى طبيعي جدا ان عمره ما هيقول في اصابات وغايبه، لان هو الراجل اول معسكر لو قال كده هيبقى خلاص اتفهم ان اللعيبه دي كده كده موجوده. فهو طبيعي جدا ان هو مش هيقول الكلام ده، فلسه بدري يعني. هو بيتعرف على الفرقه، واحنا كمان بنتعرف على الراجل هيلعب بطريقه لعب ايه، وبيحب اللعيبه اللي في الملعب شكلهم عامل ازاي. خد بالك هو برضو كابتن احمد عيد هو ضامم لعيبه ممكن تكون بدائل، بس مش ضامم لعيبه صغيره في السن. يعني انا ملاحظ يعني مثلا منتخب الشباب او يعني مع كابتن محمود جابر ظهر في لعيبه، بس هو المنتخب الاولمبي عنده معسكر. المنتخب الاولمبي شغال عنده معسكر، والراجل ضامن برضو حوالي حاجه و30 لعيب عنده معسكر المنتخب الاولمبي. الراجل بتاع المنتخب الاولمبي، فهم اللعيبه اللي هم هيغذوا المنتخب الاول عندهم معسكر. كان زي مين مثلا ممكن يبقى موجود يعني؟ بس انا بيتهيألي الاسامي اللي موجوده في المنتخب الاولمبي دلوقتي، عندك محمود صابر، عندك يعني الاسماء دي كان ممكن ما هو برضو ما بيلعبوش بشكل اساسي، عشان نبقى متفقين يعني كلهم. هو ميسي اكتر واحد بيلعب هو في المنتخب الاولمبي دلوقتي، هو اكتر واحد بيلعب، وده اللي كان ممكن يبقى موجود مع انت اصلا في الحته ديت. بس هو ضامم تقريبا عبد الرحمن مجدي، وضامم اسلام عيسى ممكن يلعب في المكان دوت، ضامم احمد عادل ميسي بيلعب يمين وشمال، ضامم مدبولي برده نفس الكلام. فالموضوع كله هو الراجل عايز ايه ومحتاج ايه برده في الاول وفي الاخر. انت عارف مين اكتر لعيب اتبسطت لما انضم؟ محمد ابراهيم. عامل موسم مش وحش. موسمين، لا الموسم اللي فات كان احسن. الموسم اللي فات احسن بكتير. انا بقول لك السنه دي موسم مش وحش. يعني 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 انت شفت بتتكلم على صالح جمعه ازاي؟ محمد ابراهيم كان برضو له شويه حاجات، بس مظبوط بقاله سنتين ثلاثه يعني مجتهد وملتزم. تعرف اللعيبه دي مشكلتها في ايه؟ ان هم بيتظبطوا في الوقت الغلط. يعني بيتظبطوا في الوقت الغلط. يعني بيفاتك كتير يعني. بيبان امكانياتك في أندية. يعني هو تخيل محمد إبراهيم بنفس الأداء بتاع السنة اللي فاتت مع نادي الزمالك، كان هيبقى إيه؟ تخيل صالح جمعة بالالتزام جوه النادي الأهلي، الموضوع كان هيبقى مختلف. محمد إبراهيم أكتر واحد في مصر عامل مراوغات صحيحة السنة دي، 126 مراوغة. كتير. بعدين مصطفى شلبي. أنا بقول لك كتير. هو لو عمل 50 في نادي الزمالك كنت زمانك دلوقتي كنا زماننا بنتكلم على زيزو ومحمد ابراهيم. يعني انت فاهم في بعدين محمد عادل ميسي 81 مراوغه. يعني التوقيت نفسه بيفرق معاك، واسم النادي نفسه بيفرق بشكل كبير. يعني هو محمد ابراهيم ماشي بشكل كويس، بس انا بقول لك الكلام ده لو كان هو في نادي الزمالك كان هيبقى موضوع مختلف تماما. كنت وانت بتقول قائمه منتخب مصر مش هتقول محمد ابراهيم ممكن او لا، كنت هتقول هيلعب. يعني انت فاهمني لو بنفس المستوى. محمد ابراهيم دولي من 2012 من فتره برادلي. بس شوف الغريب ان الزمالك ما كافحش انه يرجعه في اخر سنتين ثلاثه رغم التالق اللي هو فيه. الاهلي ما كافحش بجد. هو مشي محمد مشي بطريقه مش حلوه من النادي بينه وبين الاداره. يعني كان في بعض المشاكل، وهو طلع عشان خاطر يلعب وعايز يرجع ويفوق والكلام دوت، وكان بيلعب وكان حاسس الناس كلها مركزه معاه، بس هو كان غلطان. انت بتلعب في نادي الزمالك وبتلعب بشكل اساسي كمان، وكان بياخد كتير حتى في الفتره بتاعت جروس وبعد الموسم بتاع جروس. مزبوط. كان الراجل بيلعبه كتير، منها لحد نهائي الكونفدراليه هو اساسي في الملعب. فمحمد ما قدمش السنه ديت الصراحه حاجه للفرقه. فهو مشي برضو قدم موسم كويس قوي مع المقصه. كابتن ايهاب جلال فرق معاك كتير جدا في الموسم دوت، هو اللي خلاه يروح سيراميكا. برضه سيراميكا مشتريه بمبلغ كبير. طب احمد عادل ميسي انضم فيريرا، اتقال ان الزمالك كان بيخلص في احمد عادل ميسي وفيريرا مش عايز. وانا وجهه نظري برضو اتقال ان الاهلي بيفاوضوا على فكره. وجهه نظري برضو لا، يعني بالنسبه لنادي الزمالك يعني. ليه بقى؟ مين يلعب عليه يعني لو راح الزمالك؟ هو انا شايف ان احمد عادل ميسي لعيب مساحات. ده برضو ما بيبقاش موجود عند يعني في الانديه الكبيره ما بيبقاش موجود كتير. فالموضوع مختلف ان انت تلعب في نادي الاتحاد او تلعب في الانديه اللي هي مش كل ماتش مطالب منه اللي هو يكسب. انديه بتلعب كل الفرق الجيم مفتوح، يعني ما بتلعبش في تكتلات بس. كواليتي اللعب بيفرق في الحته ديت يعني. فانت مع قرار فيريرا؟ مع قرار كده كده انا معايا. كده كده انا معايا طول الوقت مع قرار فيريرا. علي جبر استعد مكانته تاني؟ علي جبر يعني فترات كتيره جدا موجود في منتخب مصر. بس فترات يعني هو لعيب عنده عدد ماتشات دوليه كتيره جدا، يعني وانت بتتفرج هتختاره. بس هي النقطه بتاع علي جبر، هي النقطه علي بتجيبه عشان يلعب.
يعني علي من اللعيبه اللي لعبت منتخب كتير جدا، لعبت تصفيات كاس عالم وكان موجود كاس عالم وكاس امم لفترات كتيره جدا، كان هو وحجازي هما الاثنين اللي بيلعبوا يعني مع مستر كوبر معظم الوقت هما الاثنين اللي كانوا بيلعبوا. ده 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 لدرجه قال لك ده الثنائي المدهش يعني. يعني لان علي راح احترف اساسا مع حجازي في الفرقه على بناء على مستواهم في مع المنتخب بس ما كملش قعد 6 شهور بس. فهي النقطه علي جبر يعني لعيب دولي بقى له فتره في منتخب مصر، فعودته هو لازم يستغلها بقى، ده مدرب جديد فلازم ابين له ان انا لعيب اساسي في منتخب مصر مش على فترات، مش بدخل واخرج. هي النقطه برضو اللي احنا هنشوفها مع الراجل، الراجل هيلعب باثنين ولا بثلاثه لان دي مهمه جدا يعني. في لعيبه وانت بتلعب اثنين هتلعب، وانت بتلعب ثلاثه هيبقى لعيبه مختلفه يعني، هتبقى محتاج لعيبه مختلفه تماما يعني. انا مش عارف، بحس انه مدي على كيروش كده، مش عارف ليه الراجل. هما في الغالب انا اعتقد ان كلهم شبه بعض، كله كمان بيلعب اكتر طريقه 4-3-3 دي اكتر طريقه هما بيلعبوا بيها، او خلينا نتكلم صراحه العالم كله بيلعب بالطريقتين دول دلوقتي، وهي 4-3-3 الاقرب اللي هو يلعب بيها اعتقد يعني. على شايف اللي هو كمان واخد اللعيبه نفس الشكل اللي هيلعب بيه، حتى واخد في الباك ليفت 2 بس يعني. قلت ممكن يزود حد تاني بس عمال ادور في الدوري مش لاقي الصراحه كباك ليفت يعني، كباك ليفت غير احمد فتوح ومحمد حمدي وهو واخد ايمن اشرف. خد بالك ما هو اثنين يعني، في محمد حمدي وايمن اشرف بيلعب باك ليفت. ايوه انا بقول لك هو واخد ايمن اشرف مع فتوح يبقى ثلاثة. ما انا بقول لك هو واخد اثنين في المعسكر دوت. انا قصدي اللي هو لو عايز يشوف عدد اكبر كان خد، كان بص على ناس تاني وخده. بس انا عمال ادور على حته الباك ليفت دي مش لاقي، عمال ادور مش لاقي بجد، محدش مستواه ثابت. مشكله عندنا انت بتتكلم في 2-3 محترفين في المكان ده يعني، هتلاقي معلول وجوناسان بتوع وعزمي جومه ده وعزمي يعني هم ناس محترفين في المكان ده، فالموضوع برضو صعب بالنسبه لك. مركز ناقص هو فيه هو محمد حمدي وفتوح الاثنين يعني، اللي هيبقى عندك مشاكل في اماكن كتير جدا يعني. انت حتى لو اتكلمت ناحيه اليمين حتى الباك رايت طب مين الباك رايت؟ انت هو حاطط كريم وعمر، كريم وعمر والاثنين اصلا مش بكتره مش بكتره واحد راسبندر والتاني بيلعب عمر كريم بيلعب باك رايت ساعات، باك ليفت ساعات، نص ملعب ساعات يعني مش مكانه الاصلي اصلا. وعمر نفس الكلام، فهي الدليل ان احنا في مصر عندنا مشاكل كتير في اماكن كتير واكيد جداً. مع حاطط في دماغ عمر كمان اكيد لما في شريف وعمر كمان برضه مش باك رايت يعني، حتى اكرم توفيق هو مش باك رايت يعني. كل اللعيبه اللي بتلعب في المكان ده ده انت سيد نيمار مش باك رايت اللي بيلعب في الزمالك هو اللي بيلعب في الزمالك وفي الاهلي. ليه احمد فتحي ما كانش باك رايت؟ لا بس احمد فتحي كان مختلف يعني، يعني احمد يعني بعد ابراهيم حسن مصر فاش باك رايت، باك رايت هو طالع باك رايت. احمد فتحي برضه كان هارد جدا شويه. اسلام الشاطر الصراحه، اسلام الشاطر في الحته ديت، بس هو اسلام ما لعبش منتخب كتير يعني. طب هل ممكن يبقى باهر برضه ضمه عشان كده ويلعب برضه ناحيه اليمين ساعات؟ وممكن يبقى ضامن باهر وضامن مجموعه السردفكات الكتير ديت عشان يلعب ثلاثه والله. ما انا يعني باهر ينفع في ثلاثه جدا هو وايمن اشرف وفي وسطهم واحد يمين واحد شمال تبقى علي جبر وعبد المنعم علي جبر وعبد المنعم ينفع يمين جدا في الثلاثه. اسامه جلال في ثلاثه هتلاقيه كويس جدا طبعا. لو حطيته في اثنين برضه الامور هتبقى صعبه شويه، انما في ثلاثه هتلاقيه يعني مثلا مع الكابتن شوقي غريب في الاولمبياد، اسامه من افضل اللعيبه اللي كانت موجوده ليه؟ عشان بتلعب ثلاثه، طالما بتلعب ثلاثه هتلاقيه في افضل الراجل ماسك الفيرود او بيتحرك مع الناس هتلاقيه، وفي حد بيغطيه وراه هتلاقي الامور تمام، انما اثنين وفي مساحه لا هتلاقي الامور صعبه بالنسبه له شويه. ففي لعيبه مميزه بتغطي ديفوهات كتير جدا السرد باكات، وعشان كده فريرا رجع. احنا الزمالك كان عنده مشكله كبيره جدا في حته الاهداف اللي بتخش فيه كتير، يجيب جوال كتير ويخش فيه جوال كتير. قفلها بقى الحته الثلاثه دي، قفلت عدد الاهداف الفتره اللي فاتت، تلاقي عواد داخل فيه مثلا 3 جوال بس في الفتره الاخيره. 3 دي تمنع ان اي لعيب من الفرقه الثانيه يروح لك بوشه صح يعني. مفيش لعيب بيبقى ضارب الديفنس ورايح بوشه، مفيش انفرادات دي يعني، برده كانت بتحصل مع الاهلي ومع الزمالك وحتى بيراميدز لما لعب ماتشات كتير جدا وبدا يلعب بثلاثه ختم كده ختم بثلاثه من اول ماتش الزمالك الشوط الثاني لعب ثلاثه وبعدها استمر كمل بقى على طول. فواضح ان الراجل هيلعب بالطريقه دي. ممكن فيريرا يرجع ل 4-3-3. انا بقول السنه الجايه ممكن.
انا بقول السنه الجايه ممكن. انا بقول لك انه هيستمر على طريقه. انا عايزه يستمر عليه. انا بقول لك هيستمر على طريقه. ماتشات وماتشات على فكره. هو في فرق ماتشات وماتشات طبعا. بس ليه الطريقه دي نجحت بيها وكسبت الدوري يعني ما هو كسبان كده 2 دوري، واحد باربعه وواحد بثلاثه. لا بس انا بتكلم على الدوري الاخير. ليه؟ وعنده اليات النجاح الخطه، يعني هو عنده طرفين جامدين جدا، عنده سرعات، فعنده امام عاشور في نص الملعب، وعنده اللعيبه اللي نيمار ناحيه اليمين، عنده وفتوح طبعا. ايوه هو اللعيبه يعني اللعيبه تساعده على نجاح الخطه. هو حط الثلاثه ديت على اللعيبه اللي عنده. ما أيوة هو حطها على الثلاثه اللعيبه. انما لو جاب لعيبه ممكن يغير الطريقه. يعني لو جاب حلول تانية بالنسبه له يعني هيبقى بالانسب بالنسبه له ان هو يرجع. دلوقتي يعني لغايه دلوقتي ناداي والوردي ده في نص الملعب وده في الفرود، فلحتى الان ما جاش حد يغير بها طريقته، مش كده؟ كصفقات. واحمد ايمن منصور جه. واحمد ايمن بس برضه لسه يعني الوقت لو الزمالك بدا السيزون بالثلاث. واحمد ايمن يجي عشان يلعب في ثلاثه، يعني يلعب في ثلاثه. هو دي مناسبه لاحمد ايمن برضه. ناحيه الشمال ده حقيقه. ثلاثه ناحيه الشمال. ناحيه الشمال هو زي المسلوسي كده ناحيه اليمين. والونش في النص فالموضوع بس مش هيسيب حسام عبد المجيد برضه بصراحه. ما هو بقى هيبقى في تنافس في الموضوع بقى. هو انت بتلعب سيزون طويل، طب بيقع منك لعيب لازم التاني يبقى جاهز، وهو شاطر في الحته ديت اللي هو بيبقى مجهز مجهز الناس كلها بتبقى قريبه من بعض. كان ليه تصريح لطيف فيريرا لما قال لك معانا، حتى التصريح ده لما قال لك انتوا بتتعاملوا مع الشباب اللي هم 23 سنه. ثواني بس، ثواني التصريح ده قال فيريرا. انا قلت معاك هنا من اول ما لعيبه نادي الزمالك بدات ظهرت لما ظهر سيف جعفر، لما الناس قعدت تتكلم قلت اللاعبون الشباب في مصر لديهم 23 سنه وهذا لا يحدث خارج مصر، 16 و17 سنه هم الشباب في كل انحاء العالم، لذلك هناك شيء غير مظبوط. ايوه ما ينفعش لعيب 23 سنه نعامله ان هو ناشئ او ان هو لسه بياخد فرصه. بيلعب بقاله 3 4 سنين على الاقل. بيلعب ده في كباتن منتخبات في العالم عندهم 23 سنه. منتخبات هتلعب كاس عالم وعندهم 23 سنه. لا نجوم عالم. ايوه ما بتكلم في نجم يعني من نجوم العالم. فانت بتتكلم 23 سنه يعني. يعني فان احنا وصلنا للمرحله دي يعني الناس كلها عايزين ننزل بالمراحل السنيه للشباب. بس يا رب نسمع الكلام ده بجد والله، لان الموضوع ده مهم. لان انت في اجيال بتعدي عليك. يعني احنا دلوقتي المنتخب الاولمبي، شوف القائمه اللي انت شايفها، انت هتلاقيك عارف منها 2-3 اللي لعبوا في الدوري. تخيل قائمه فيها 24 لعيب انت ما تعرفهمش، اما احنا بتوع الكوره ما نعرفهمش. فما بالك الناس. انا بقرا الاسماء عرفت منهم 5-6 بس. طيب هم الفراوده بس اللي معروفين، الباقي كله محدش تعرفه. ايوه تخيل. صح انت المفروض قايمه دي معناها ايه؟ منتخب اولمبي. ايوه انت المفروض القايمه دي يعني احنا اللي نحطها نكتب اسماء ناس كلها معروفه، ناس مؤثره في فرقها على 80% عارفين. ويكونوا مؤثرين في فرقهم. هو اللعيب الدولي ايه؟ انت بتختار اللعيب المؤثر في فرقته. صح انما انت دلوقتي مش عارف هم اصلا اللعيبه دي ما لعبتش اصلا مع فرقها. صح صح. طيب كان ليه تصريح تاني فيريرا برضو عن افريقيا، هو متضايق جدا. الزمالك بطل الدوري سيلعب الدور التمهيدي والفرق الاخرى لا تلعب، لست متفهما للمعايير ولا نعلم مواعيد مباراتي بطل تشاد ودور التمهيدي مجازفه من الممكن ان نخرج بسببها من البطوله. عشان انا قبل كده لما اتكلمت ان الراجل متضايق من ماتش لوسيل القطري وان هو متعارض مع افريقيا وده مش عاجبه، ومع نهايه الدوري مع راحه لعيبه، يعني هو بيعتبر ان في ارتباك في التوقيت ده بالنسبه له. ما هو ما فيش اصلا حد في العالم بيخلص دوري يخش على الحاجات دي وما بيريحش. انا بيني وبينك برضه، انا برضه لما اجي يعني انا برضه بستغرب بصراحه. انت بتحدد ميعاد لكاس السوبر المصري السعودي صح؟ مفترض برضه وانت بتحدد بتشوف المواعيد المناسبه للناديين. بس هو في الاول وفي الاخر هو عايز هناك الافتتاح يوم كذا، اصل ده كاس عالم مش هزار. بس ده مش سوبر. 9-9 بس ده مش سوبر، ده احتفاليه. احنا سميناه كده او هو اتفق للملعب نفسه. يعني انت فاهم. طب بس ايوه بس يوم 9-9 ما انت عندك الافتتاح يوم 9-9 يعني على الاقل يعني شوف ميعاد مناسب للفريق. يعني الزمالك عنده الماتش بتاع تشاد بقى مليون. لان بنتكلم في كمان في الهلال هيبقى لاعب ماتش قبلها بثلاث ايام وعنده ماتش بعدها بثلاث ايام. غريبه برضه. فبرضه ممكن تلاقيه مريح ناس كتير ما بيلعبش النجوم كلها. وخد بالك والفريقين داخلين عايزين يطحنوا بعض.
يعني الهلال والزمالك واخدين الموضوع ده بس هو بيتكلم في نقطه المعايير ان الناس ما تلعبش الدور التمهيدي. اللي ما يلعبش الدور التمهيدي الناس اللي لعبت نهائي او قبل نهائي خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا. فهي معموله بمعايير فعلا. يعني هتلاقي مازيمبي مثلا او معظم الفرق الوداد مش هيلعب دور التمهيدي. معظم الفرق اللي صعدت للنهائي او لعبت قبل نهائي خلال الفتره الاخيره مش هتلعب دور ال 64. يعني الزمالك حتى لو كان صعد السنه دي من المجموعه يعني بعدد النقاط بتاعته كان ممكن ما يلعبش دور ال 64. يعني هو الزمالك لو صعد وعدى مرحله ثانيه ما كانش هيلعب دور الرئيسي. كان هيلعب من الدور الرئيسي زي الاربع او الخمس فرق. طب هل المتوقع تحصل ازمه للزمالك فنيه يعني ولا برضه في النهايه برضه مستوى فرق كبير بينه وبين الزمالك يعني؟ لا اعتقد اعتقد ان الموضوع ما فيهوش مشكله يعني بالنسبه غريب برضه ما نعرفش الميعاد لغايه دلوقتي ما تحددش. ما حاجه غريبه جدا ده الماتش بعد 10 بس هي سهله. مواعيد افريقيا حلاوتها في حاجه ايه؟ ان انت بيدي لك 3 ايام فانت اليوم الاخير بس. لا معلش الماتش مش عندك انت لو اتفقت مع الفرقه بقى اليوم الاخير الماتش الاولاني لا بالفرقه اعلنت قالت الماتش هيبقى في الكاميرون في ياوندي. لو اتفقت مع الفرقه ان هي اخر يوم في الاجنده او اخر يوم في المواعيد لا ما هو تشاد ما فيهاش ملعب مطابق. انا عارف بس انا لعبت على ملعب تشاد دوت الصراحه لعبت مع الزمالك ولعبت وده اول ماتش ولا العوده؟ لا الاولاني في الكاميرون والثاني هنا. يعني الزمالك كان عايز يلعب الماتشين هنا ويستضيفهم فهم ما وافقوش بس اعتقد الموضوع يعني انا اعتقد ان هم ما وافقوش لان هم حسوا بالمواعيد المزنوقه دي فممكن يعملوا حاجه مع الزمالك. خد بالك هم لو تعادلوا مع الزمالك في الكاميرون ده بالنسبه لهم هيبقى انجاز كبير. مش قصه انه يتخطى الفرقه اللي خرجت الكابتن ايهاب كان اسمها ايه؟ كان دور تمهيدي برضه بس ولايه ديتشا لا ده ما كانش دور تمهيدي كان 32 بس كان كونفدراليه مش دوري ابطال. كان كونفدراليه. كان الزمالك اصلا رايح الكونفدراليه من الاول ولا كان لا كان رايح الكونفدراليه من الاول في السنه ديت. صحيفه ريكورد البرتغاليه قالت طرد ريكاردو سواريش من النادي الاهلي وان القرار ده كان مدهش لانه جه بعد هزيمه ساحقه للاهلي ضد سيراميكا كليوباترا 4-0. ده هم يعني هو قدامنا الخبر هيطلعوا لنا الخبر يا جماعه. ده صحيفة ريكورد البرتغالية. وصحيفة أوجوجو برضو البرتغالية قالت انتهت مغامرة ريكاردو سواريش في القيادة الفنية للنادي الأهلي. والإيبولا قالت أطلق سراح ريكاردو سواريش من الأهلي في إشارة للرحيل يعني القيادة الفنية للشياطين الحمر. خلاص يعني كابوس ونزاح. انت مسالتني امبارح كابوس ونزاح. انت مسالتني امبارح هو الراجل كده ما فيش حد قاعد معاه ما فيش حد قال له حاجه. لا هي معروفه من فتره ان هو خلاص هو بره حسابات النادي الاهلي. هي كانت مساله وقت بس. وانا اعتقد ان هو مدرب اتظلم بامانه يعني توقيته كان صعب جدا. الظروف ما خلتوش مش المدرب بس الاهلي اللي جابه. ما انا النهارده قاري خبر يقول لك ايه وانه حصل اجتماعات وانه هيستغلوا العلاقات الاوروبيه القويه خالد مرتجي والعلاقات الله واللي جاب سواريش مين يعني؟ انا اللي جبتوه. ايه؟ هو كانوا جايبين مدرب مشروع ركبوا المشروع. لا بصراحه لا هو الموضوع غريب يعني. انا كان في وجهه نظري واتكلمنا انا وسيد قبل كده ان هو خلاص انت هتجيب حد هتغامر خلاص خلي الكابتن سامي قمصاني كمان. انا دايما ليا اولا في متغيرات في كل حاجه يعني ما ينفعش اللي كنت بتعمله من 20 سنه تكرره النهارده. يعني يا ناس تقول لك ايه هو الاهلي لما من جاب ابو تريكه وجاب مراكب وجاب عماد النحاس وجاب ما اعرفش مين وجاب زمان كان الاهلي بس اللي بيعرف يشتري يعني زمان ليه؟ كان هو اكتر نادي معاه فلوس بصراحه يعني ما فيهاش نقاش. لا يعني. هو كواليتي اللعيبه كان مختلف وغير الكواليتي المختلف بس طبعا. الاهلي طبعا انت ممكن تجيب لعيبه هات 20 لعيب انا معاك بس دلوقتي بس مين اللي هيعمل الفارق؟ اي بس دلوقتي برضه الانديه بتشتغلها بالفلوس. في انديه كتير جدا يعني النهارده فيوتشر انت قاعد تتحايل عليه تاخد لعيب وتدفع ولا بيراميدز ولا فاركو بيسيب خلاص إيه؟ بقوا قوه في الدوري المصري وفلوس بينافسوه خلاص وفلوس كمان. هو يعني انا كنت مع لعيب امبارح من لعيبه الزمالك قال لي كلمه والله قال لي هي كلمه حقيقيه قال لي انت هتعرف تحافظ على لعيبتك اللي موجوده هتفضل موجود في السوق ومنافس قوي. هتستغنى عن لعيبتك مش هتعرف تجدد لهم ويبقوا موجودين مش هتعرف تنافس بعد كده
بتتكلم على الأندية التانية؟ لا، على الزمالك وعلى الأهلي، على الأندية اللي عندها لعيبة. في أندية بتغريهم دلوقتي كمان. أه، أندية تانية. أيوة، ما في أندية تانية بتغريهم. فهو هو ده الكلام اللي بيتقال. هو الكلام اتقال على إبراهيم عادل قد إيه؟ إنه عايز الأهلي. وده إبراهيم، ده إحنا حسينا من الكلام إن إبراهيم عادل قعد يخبط في الأرض برجليه، ان ما وديتنيش الاهلي انا مش هلعب كوره. انا شايف ان هي ده الكلام كله طبعا اترمى في اتجاه يعني سياسي، انت عارف الموضوع السياسي اللي هو يعني بالنسبه للسوشيال ميديا والحاجات ديت، بيروحوا في اتجاه حته، بيودوا الناس في اتجاه. بس انا اقصد لا، بس منطق برضه، الاهلي نادي كبير وواحد زي ابراهيم عادل صاعد، فاكيد هو حاسس ان هو هتبقى شعبيته ونجوميته في نادي الاهلي او الزمالك هتختلف. لسه بنتكلم على اسماء في الاهلي والزمالك، الامور بتختلف. طبعا. لكن ايه اللي حصل؟ ايه بيراميدز عمل ايه؟ تعالى يا ابني، اعلن تجديد. بتاخد كام؟ زودوا له سنه. بتاخد كام؟ خد زود وزود سنه وغير عقدك، بدل اكس خد اكسين. ايوه، ما هو الموضوع كله. عمل ابراهيم عادل، راح اتصور وعمل الفرق وجدد وبتاع ولبس بيراميدز. لا، ده اللي بعد كده ويحيى بيراميدز. اللي بعد كده بقى، اللي اتقال بعد كده ان هو مضى غصب عنه. هو ايه ده؟ مضى غصب عنه عشان يضغط، هو كان عمال يضغط عليهم ومضى غصب عنه. ما هو دي بقى اللي بتتقال جديد. فالموضوع لا، يعني نوصل لفكره انه فعلا ما بقاش في اغراءات من الاهلي والزمالك زي زمان. ايوه، هو بتدفع. احنا قلنا بيراميدز هيسيب ليه؟ وهو على حسب انت كلاعب، مش محتاج كلاعب، انت عايز ايه؟ نجوم زي رمضان صبحي ولا ثابت الاهلي وراحت بيراميدز او الزمالك. يعني احمد الشناوي وعلي جبر وكل دي اللعيبه كانت في الزمالك بكل جماهيريه الزمالك، ثابت الزمالك، وبكل جماهيريه الاهلي ثابت الاهلي عشان فلوس بيراميدز. فهو الموضوع كله بيراميدز مش هيسيب، فيوتشر مش هيسيب، فاركو مش هيسيب. فاركو بس لولا الالتزام الادبي ده. حد انا بتتكلم في البنك الاهلي مش هيسيب. البنك الاهلي لو عنده لعيب مش هيسيبه. كل الانديه بتحاول، كل واحد بيحافظ على حظوظه. وانا خلاص، انا مش محتاج، مش عايز فلوس، مش هبيع لعيب عشان انا كده عندي. طيب، كده دخلي. قبل ما نختم كابتن سيد، احنا فوجئنا بمواقف كده لبعض. يعني فوجئنا، اولا كان بيتقال ان البنك الاهلي هيسيب كابتن خالد جلال، فجاه لقيناه جدد. لا، كابتن خالد جلال يعني ممكن كان في كلام من فتره، بس يعني اكيد كابتن خالد لما اعتذر على المنتخب الاولمبي دي فرقت معاه. يعني فرقت معاه جوه النادي البنك. بس هو عامل برده موسم كويس. هو طبعا عامل موسم كويس، بس انت بتتكلم، خلي بالك في تقييم لبعض الفرق لازم يبقى مختلف. في فرق صرفت كتير جدا فعايزه مردود اعلى، فعايزه فعايزه مردود طبعا. أيوة، طبيعي جدا. يعني سيراميكا مثلا دلوقتي صرف كتير جدا، شوف ترتيبه انت، لو لقيت ترتيبه هو بعد المحله من تحت بينه وبين اللي نزل بونت. يعني نقطة في 37 نقطه. يعني لو الجونه مثلا 37 ولا المحله 37 يعني في الاخر كان ممكن مواجهات المباشره. يعني ماتش سيراميكا خدت من 14 بونت. يعني المقاولين على الدوري الاسماعيلي والاتحاد. فانت بتتكلم في انديه صرفت. سيراميكا صرف، البنك الاهلي صرف، فيوتشر صرف، بس لقى ان هو دلوقتي هيشارك في بطوله. انت فاهم؟ فعلى قد صرفه تمام. فهو لازم، انا بصرف عشان احقق اهداف، مش بصرف عشان اكون موجود في الدوري. فالبنك الاهلي، ما هو برضه البنك الاهلي السابع ب 46 نقطه. مش بعيد. يعني اقول مرضي بالنسبه للناس هناك، ما كانش طموحهم كده. انا بتكلمك، كانوا عايزين اعلى من كده. وكان عايز يشارك. بالمناسبه هم كانوا ماشيين في البدايه كويس جدا، وفي الفترة الأخيرة وقعوا ماتشات كتير واتغلبوا ماتشات كتير وضاع منهم ماتشات كتير. أغنى يا بنك الأهلي يا جماعة، مواضع بالمليارات. فايدة عالية. الإعلان بتاع زمان اللي هو عندك مشروع هنمول لك. طيب قبل ما نختم بقى، أنا مش قلت للكابتن طارق العاشر امبارح مبلاش؟ مبلاش. فرد صدره معايا على الهوا، قال لي اسمع مني انا، بس اسمع مني. انا قلقت على الكابتن شوقي وهو بيكلمك، خلي بالك. قلقت عليه. قلقت عليه. قلقت على الكابتن شوقي يعني. كل اللي بيعمل مداخله. فاكر انت سوارش من اول ما جه احنا بنقول وحش. من اول ما جه ما يعني ما كناش يا ممكن نكون نحس. الا فريرة زعلت عليه. زعلت على سوارش انا والله. طب بس بيقولوا رايح سموحه كابتن طارق العاشري، وكابتن علاء عبد العال منطقي يروح طلع الجيش. يعني الراجل عامل برضو مجهود. كابتن علاء عمل دور تاني بصراحه مميز جدا، يعني يحسب له النتائج اللي عملها مع استرن خلال الدور التاني. صح.
فان هو يروح طلائع الجيش، بس يعني اكيد الطموح هيبقى مختلف، لان انت هتلعب بطولة عربية، فاكيد برضه هيبقى مطالب بحاجات كتيرة جدا. خد بالك يعني السنة دي في اندية شاطحة، فسألت المدرب المصري بيفكر في الكوب بره، مع يعني بدأت الاندية تبص برضه نظرات. بص، طول ما معاك فلوس هتفكر فانت عمدة في كل حاجة. هتفكر، هتختار بمزاجك. هتبقى في منافسة، الماتشات هتبقى صعبة السنة الجاية على الفرق كلها. والله وكل سنة هتحصل تدعيمات قوية جدا لكل يعني اكيد البنك الاهلي هيدعم جدا، فيوتشر اكيد هيدعم ويحتفظ بالعيش. المصري على رأس كل بيراميدز، والمصري طبعا هيجيب 4-5 اجانب تقال مع جهاز فني قوي اكيد، يعني ما فيهاش نقاش. يعني احنا كده خلصنا الحمد لله. كابتن احمد ايد عبد الملك شرفتنا ونورتنا حبيبي. كابتن سيد معوض ربنا يخليك شرفتنا ونورتنا ربنا يخليك. نشوفك امتى بقى ان شاء الله؟ عايز اقعد كمان نص، عايز اقعد كمان نص قصاد حلقتين يعني ناخد حق الاسبوع الجاي على حديد دلوقتي، نزود ساعتين دلوقتي. ماشي، الكلام ده بره الهوا يا استاذ. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده، بكره ان شاء الله في تمام 11 مساء اذا كان لنا عمر حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.